الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل يا شادي. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. لسه طلاب الثانوية العامة بيستكملوا امتحانات الدور الثاني. الامتحانات بدأت امبارح بمادة اللغة العربية، النهاردة هيكون عندهم امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، بكرة اللغة الأجنبية الأولى. طبعا بنتمنى كل التوفيق للطلاب، وكمان وزارة التربية والتعليم بخصوص هذا الموضوع. بدء طبعا موضوع بدء الدراسة في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد أكدت بشكل قاطع بأنه ما فيش تأجيل للدراسة، عشان كان في بعض الشائعات بتقول أنه هيكون في تأجيل للدراسة هذا العام. طبعا كان في تأكيد كبير جدا، ما فيش انسياق وراء الأخبار المغلوطة، كل المواقع وكل الأخبار وكل النشرات الرسمية بتقول الدراسة هتبتدي في ميعادها يوم 21 سبتمبر. حقيقي لازم ما نصدقش أي أخبار إلا من مصادرها الصحيحة، وده طبعا مهم جدا للطلاب ولأولياء الأمور اللي كانوا قلقانين من التأجيل. كمان في نفس التفاصيل الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي، تم تسجيل 325 ألف طالب في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد. طبعا الرقم ده بيوضح مدى اهتمام الطلاب بالالتحاق بالعام الجامعي الجديد، وده معناه ان كل الامور ماشيه بشكل جيد والحمد لله. كمان وزاره التعليم العالي وجهت بضروره تجهيز الجامعات وكمان المستشفيات الجامعيه عشان تستقبل الطلاب الجدد وتنتهي من صيانه المباني وتوفير وسائل السلامه لضمان بيئه تعليميه امنه. طبعا كلها استعدادات مهمه جدا للموسم الدراسي الجديد. ان شاء الله يكون موسم دراسي سهل وبسيط على الاولاد وعلى اولياء الامور ان شاء الله. اعتقد ان احنا محتاجين وقتنا نشوف كده القرارات الخاصه بالتعليم الجديده، ونشوف ان شاء الله ده ازاي هيبقى هينعكس على الاولاد في الفتره الجايه. صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر. في بدايه حلقتنا خلونا نروح لدينا ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس، وتاخدنا في جوله مروريه في عدد من الشوارع في طبعا مدن ومحافظات الجمهوريه. صباح الخير عليك دينا. صباح الخير يا شادي. صباح الخير يا منى. صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الفل يا دينا. الجو لسه حر. شكرا. انا كنت واقف مكانك امبارح وسالت الدكتوره منار وقالت لي ان احنا لسه مكملين لاخر الشهر. وشفت الرطوبه العاليه النهارده الصبح؟ حسيتها حاجه و80 تقريبا. يعني النهارده واحنا جايين الفجر لا ما كانش فيه نفس خالص، فعلا الرطوبه مرتفعه قوي، بس هانت شهره يعني اغسطس قرب ينتهي على خير ان شاء الله باذن الله. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، وخلونا كده في البدايه نستعرض معاكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا معاكم جولتنا من محافظه القاهره وتحديدا من شارع صلاح سالم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متقطعه على امتداد الطريق لحد ما هنوصل لتقاطع كوبري اكتوبر. هناك هنلاقي كثافات مروريه، لكن بعد تقاطع الكوبري هنلاقي برضو الكثافات دي بدات تقل بشكل تدريجي لكنها ما اختفتش ولسه مكمله لحد مستشفى العباسيه. هتبدا الكثافات دي تختفي عند محطه مترو الاستاد. لو هنروح للعتبه فيها سيوله مروريه في الوقت الحالي، لكن طبعا من المتوقع انه بيشهد كثافات مروريه كبيره خلال الساعات القادمه. شارع رمسيس كمان في اتجاه التحرير. الشارع في الوقت الحالي بيشهد كثافات مروريه متقطعه على فترات، والكثافات دي بتبدا بدايه من ميدان رمسيس وصولا لمحطه مترو جمال عبد الناصر والاسعاف. ومن محافظة القاهرة نروح لمحافظة الجيزة وتحديدا من شارع الهرم ومن بداية شارع المستشفى، في كثافات مرورية متقطعة مكملة لحد الجيزة. ولو طلعنا لكوبري الروضة هنلاقيك برضو في كثافات مرورية عالية مكملة لحد نفق الملك الصالح. على الشارع الموازي للهرم تعالوا نشوف بقى كمان شارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل ووصل لحد الطوابق. عند الطوابق هنلاقي كمان في كثافات مرورية كبيرة هتبدأ تقل عند محطة التعاون، لكن بداية من شارع فيصل بتشهد بعض الكثافات.
بالنسبة لمحور 26 يوليو بيشهد كثافات مرورية بسيطة. لو أنت متجه من أكتوبر إلى منطقة المهندسين ممكن أن أنت تاخد محور 26 يوليو البديل، مفيش فيه أي كثافات وهيوصلك لميدان سفنكس. أما لو جاي من أكتوبر ورايح طريق فيصل والهرم بيفضل محور المهندس شريف إسماعيل، في سيولة مرورية كبيرة وهيوصلك في دقائق. ونروح للإسماعيلية وهنلاقي أن طريق رقم 6 اللي بيوصلنا لطريق أحمد أبو زيد بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين وندخل شارع التيار إسلام عبد اللطيف، هنلاقي برضو في كثافات نسبية غير مؤثرة على حركة السيارات. لو كملنا لشارع الجامعة هنلاقي فيه سيولة مرورية كبيرة جدا وواصلة ومكملة لحد طريق الإسماعيلية. محافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية بسيطة. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية، في بعض الكثافات المرورية على نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في أيضا كثافة نسبية وفي كثافات نسبية. كمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا نطمن من حضراتكم كمان حالة الطقس النهاردة. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن بيشهد اليوم طقس حار رطب على القرى الكبرى والوجه البحري وسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة العظمى 35 وأقل درجة حرارة في مطروح 32، وكمان في فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بتكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان اللي العظمى فيها بتوصل 42 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح، من بينها تأكيد للحكومة أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024-2025. امبارح كمان مكتب التنسيق والقبول بالجامعات والمعاهد أعلن أن عدد الطلاب اللي سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد وصل ل 325 ألف طالب وطالبة. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها تأكيد الحكومة أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024-2025، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشددت على أنه هيتم بدء الدراسة بكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد 2024-2025 دون أي تأجيل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024. وناشدت الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. امبارح أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد أن عدد الطلاب اللي سجلوا رغبتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024-2025 بلغ 325 ألف طالب وطالبة. كمان امبارح وجهت وزارة التعليم العالي باستمرار جهود الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024-2025 والانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمباني والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية والتأكد من وجود وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية حفاظاً على الأرواح والمنشآت. كما وجهت أيضاً بضرورة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية لاستقبال الطلاب الجدد وإجراء الكشوف الطبية اللازمة قبل التحقهم بالجامعات والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجستية لاستمرار عملها في تقديم خدمتها الصحية للمواطنين. هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة الوادي الجديد، فيها تم الإعلان عن تنفيذ أعمال تأثيث وفرش المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات الملحقة بمباني الجهات الحكومية المختلفة. أما في محافظة الشرقية فنزل الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية. أما في المنيا تم الإعلان عن إغلاق الطريق الزراعي بين دير مواس ودلجة لمدة 60 يوم في المنيا. في الأقصر شهدت سماء المحافظة تحليق 27 رحلة بالون طائر على متنها 860 سائح. خلينا نتابع التفاصيل.
أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في محافظة الوادي الجديد تم الإعلان عن تنفيذ أعمال تأسيس وفرش المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات الملحقة بمباني الجهات الحكومية المختلفة، وده في إطار استعدادات افتتاح المجمع الحكومي المميكن للمحافظة وبدء انتقال العاملين لمقر الجهات الحكومية فيه ضمن خطة سرعة الانتهاء من توفير كافة الخدمات وتشغيل المرافق العامة. قررت محافظة الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة السنوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023-2024، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 231 درجة بدلاً من 233 درجة، وفصول الخدمات 195 درجة، والثانوي الخاص 140 درجة. في المنيا أعلنت الوحدة المحلية لمركز مدينة ديرمواس بمحافظة المنيا تجديد إغلاق الطريق الرئيسي الزراعي ما بين مدينة ديرمواس وقرية دلجة المؤدي لمحطة الرفع بأبو خلقة اعتباراً من اليوم الأحد والمدة شهرين لاستمرار أعمال خط الانحدار للصرف الصحي بقرية أبو خلقة. في الأقصر شهدت رحلات البالون الطائر تحليق رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية، وخرجت بسماء البر الغربي 27 رحلة بالون طائر أقلت على متنها حوالي 860 سائح من حول العالم وسط أجواء مميزة من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي. في الأليوبية أعلنت مديرية العمل توفير 596 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف الشهرية اللي أعلنتها المديرية لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، وبدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة، وبيستمر حتى اكتمال الأعداد المطلوبة في 10 شركات ومصانع ومدرسة بمرتبات مجزية، وده في مدن بنها والعبور وشبرا الخيمة والقناطر وشبين القناطر. في البحر الأحمر استقبل مطارا الغردقة الدولي ومرسى علم 125 رحلة طيران سياحية قادمة من أوروبا تقل آلاف السائحين في أعلى معدل وصول للرحلات على مدار الأسبوع حسب جدول تشغيل الرحلات، بحيث تنقل على متنها قرابة 31 ألف سائح من مختلف الجنسيات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. شهدت محافظة الدقهلية تشغيل موقف ديكرنس الحضاري الجديد بعد الانتهاء من تجهيزه والمقام على طريق ديكرنس المنصورة وإزالة الموقف القديم نهائياً الكائن بأحد شوارع المدينة لتخفيف الضغط على الشوارع ومنع التكدسات المرورية. الموقف تم إنشاؤه على مساحة 4000 متر مربع وبيستوعب سيارات 8 خطوط داخلية وخارجية بتضم 546 سيارة. أعلنت محافظة الفيوم انطلاق مبادرة المحافظة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة بداية من اليوم الحد، على أن تستمر لمدة 5 أيام في الأسبوع الأخير من كل شهر لرفع العبء عن كاهل محدودي الدخل، وهيتم تنفيذ المبادرة خلال شهر أغسطس الجاري من خلال 6 منافذ ومحال جزارة بمدينة الفيوم. مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقاتنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. هيدي الأرصاد بتتوقع أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير لحضرتك استاذة دينا وعلى كل السادة المشاهدين، تحية لحضرتك. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس، خصوصا ان احنا طبعا يمكن بنكون بننزل نيجي شغل من حوالي الساعة 4:30 5 صباحا، فكان في نسبة رطوبة مرتفعة يعني، فطمنا عن حالة الطقس النهارده. بالتأكيد طبعا نسب الرطوبة المرتفعة تعتبر هي الظاهرة الرئيسية والمؤثرة بشكل واضح خلال الفترة دي. الرطوبة عالية جدا خاصة خلال ساعات الليل كلنا بنشعر بيها، خاصة مع هدوء سرعات الرياح بشكل كبير حتى ساعات الليل. الرطوبة عالية جدا بتوصل لأكثر من 90 أو 95% على السواحل الشمالية، وبتظل مرتفعة على أغلب المحافظات الداخلية حتى القاهرة وكمان محافظات شمال الصعيد، وزي ما قلنا بيخلينا نحس بالرطوبة بشكل أكبر هو هدوء سرعات الرياح، وبالتالي خلال ساعات الليل بنشعر بالطقس مائل للحرارة بشكل كبير جدا، برغم ان الحرارة على القاهرة الصغرى خلال ساعات الصباح الباكر بتكون ما بين 26 ل 27 درجة مئوية، لكن ارتفاع نسب الرطوبة بشكل واضح بيخلينا نحس بيها انها اكتر من كده بشكل كبير. طبعا. كمان خلال ساعات النهار درجات الحرارة مش عالية، درجات الحرارة اللي بيتم تسجيلها على القاهرة
بتكون 35 درجة مئوية، لكن مع ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات النهار بنشعر بها كأنها 37 أو 38 درجة مئوية. وبالتالي درجات الحرارة المقاسة نقدر نقول إن معاها الطقس حار خلال ساعات النهار، لكن إحساس المواطنين بالأجواء بيكون ما بين الحر إلى شديد الحرارة. لكن لو اتجهنا إلى محافظات الجنوب في فرق واضح ما بين الكتل الهوائية اللي بتأثر عليهم، وبالتالي القاهرة لما بتسجل 35 درجة مئوية الأيام دي، محافظات جنوب الصعيد بتسجل درجات حرارة أكثر من 43 درجة مئوية. فرق واضح ما بين درجات الحرارة على شمال الجمهورية وجنوب الجمهورية، لكن في المقابل محافظات الجنوب بتكون نسب الرطوبة هي الأقل كمان خلال ساعات. خلينا بدأ بنتكلم عن محافظات جنوب مصر، طيب طمنا عن حالة الطقس. احنا كنا بنعيش حالة من عدم الاستقرار في مناطق محافظة أسوان وأبو سمبل كمان والأقصر والوادي الجديد، طمنا حضرتك النهاردة الحالة ايه هناك؟ طبعا من الأمس عادت فرص الأمطار مرة أخرى على مناطق من أقصى جنوب مصر بعد فترة مستقرة تماما ما كانش فيها أي أمطار، وكان الفصل المداري اللي بيسبب الأمطار كان في دولة السودان فقط يتحرك جنوبا، لكن منذ الأمس السبت بدأت الفاصل المداري يتحرك عشان يدخل إلى حدودنا الجنوبية المصرية، وبالتالي من أمس بدأت فرص أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب عندنا، بنتكلم على مناطق من أبو سمبل وحلايب وشلاتين. فرص الأمطار دي مستمرة النهاردة وحتى يوم الثلاثاء إن شاء الله بنفس الفرص، هي أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا. هل محتمل إنها تزيد؟ لا، الخرائط أو التوقعات بتشير إنها مختلفة طبعا عن الحالة اللي فاتت. بالضبط، الرقعة بتاعت الأمطار حتى قليلة مقارنة باللي قبل كده، اللي قبل كده وصلت حتى تعدت أسوان ووصلت الأقصر وقنا، لكن الأمطار اللي بنتكلم عليها دلوقتي هي فقط منحصرة على مناطق من أبو سمبل، مناطق من حلايب وشلاتين، لكن زي ما قلنا هي أمطار في أغلبها خفيفة قد تصل أحيانا لمتوسطة ورعدية. وطالما بنقول سحب رعدية على الحدود الجنوبية المصرية بسبب الطبيعة الرملية والصحراوية هناك، السحب الرعدية دايما بيهبط معها رياح هابطة بشكل سريع وبسرعات عالية بتؤدي إلى إثارة قوية للرمال والأتربة على المناطق دي، وقد تؤدي أحيانا إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية. وبرغم من ده بتكون درجات الحرارة طبعا على محافظات جنوب الصعيد أو أغلب محافظات جنوب الصعيد مرتفعة، يمكن على منتصف الأسبوع درجة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد توصل ل 45 درجة مئوية، وإحساس المواطنين معها ممكن يوصل إلى 46 درجة مئوية. طيب من اتجاهنا لجنوب مصر، تعالى حضرتك نطمن بقى عن السواحل الشماليه، وخاصه ان احنا يمكن في اخر اسبوع في شهر اغسطس وهنبدا يعني استعداد بعد كده للعوده للدراسه مره ثانيه، من بدايه شهر سبتمبر بتقل شويه الساده المصطفين ان هم يروحوا للسواحل الشماليه، حابين نطمن على حاله الطقس هناك وايضا كمان حاله البحار. يعني لو اتكلمنا عن شمال الجمهورية عموما، احنا كلنا بنلاحظ الشبورة المائية الخفيفة اللي بتكون موجودة خلال ساعات صباح الباكر، مدتها طبعا بتكون قليلة من الساعة 4 الفجر تقريبا للساعة 8 صباحا، بتتلاشى بمجرد سطوع أشعة الشمس. شبورة مائية خفيفة بتكون غير مؤثرة بشكل كبير. السواحل الشمالية تحديدا درجات الحرارة عليها حتى نهاية الأسبوع ده ما بين الـ 32 لـ 33 درجة مئوية، وكالمعتاد هي أقل درجة حرارة على مستوى الجمهورية سواء خلال ساعات النهار أو خلال ساعات الليل. كمان ارتفاعات الأمواج معتدلة تماما على شواطئ البحر المتوسط، لا تتجاوز الاثنين متر، يعني نقدر نقول أن أقصى ارتفاع للموج هيكون حوالي 2 متر على شواطئ البحر المتوسط، بنتكلم عن مطروح اسكندرية وحتى شمال سيناء من ناحية الشرق. لكن دايما بنأكد ان ارتفاعات الامواج على شواطئ البحر المتوسط لما تكون في حدود الاثنين متر هي معتدلة تماما، لكن يجب توخي بعض الحذر معها احيانا خاصة على شواطئ معينة، دي بيحددها المسؤولين عن الشواطئ، علشان كده دايما بنأكد باتباع تعليمات المسؤولين عن الشواطئ. صحيح. سواء على البحر المتوسط او البحر الاحمر.
واكيد ربنا يسلم الجميع. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 35 الصغرى 26، العاصمه الاداريه 36 25، اسكندريه 33 24، العلمين الجديده 32 24، مطروح 32 25، دمياط 32 26، بورسعيد 32 27، اسماعيليه 37 25، السويس 37 26، العريش 34 24، كاترين 32 17، طابا 34 27، حلايب 36 29، شلاتين 38 31، شرم الشيخ 38 29، الغردقه 39 30، الفيوم 38 23، بني سويف 38 24، الوادي الجديد 41 28، أسيوط 40 25، سوهاج 40 26، قنا 42 28، الأقصر 42 28، وأخيرا أسوان 42 29. يعني احنا دلوقتي بنشعر بحالة من الاستقرار في حالة الطقس، الجو طبعا حار لأن احنا ما زلنا مع نسب الرطوبة المرتفعة، فده بيزود إحساسنا بحرارة الطقس، لكن يجب توخي الحذر كمان من ساعات الذروة الصباحية وكمان ساعات الظهيرة، ما نتعرضش بشكل مباشر لأشعة الشمس وشرب كميات مية مناسبة علشان ما نتعرضش كمان الإجهاد الحراري. هرجع مرة تانية لمنة وشاذلي علشان نكمل معاك فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك. دلوقتي خلينا نتابع أبرز وأهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أن موقع التنسيق الإلكتروني هيغلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثانية في ضوء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يوم إضافي لتنتهي المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة المصرية في تمام الساعة 7 من مساء الأحد، وده بعد ما كان مقرر ليها أمس السبت وفقاً للجدول الزمني للمرحلة، حرصاً على مستقبل الطلاب اللي لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن. النهاردة هينفذ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة 5 دورات تدريبية خلال الأسبوع التدريب الرابع للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام الحالي 2024-2025، وبيستفيد منها 152 متدرب من جميع المحافظات، وده في إطار جهود الوزارة للارتقاء بمهارات الكوادر البشرية العاملة بالمحليات لمواكبة الثورة التكنولوجية والرقمية اللي بتنفذها الدولة. النهاردة وزارة العمل هتبدأ في تلقي أوراق الراغبين في التقدم لشغل إحدى فرص العمل اللي أعلنت عنها الوزارة بدولة البوسنة والهرسك، وده بمرتبات تصل ل 700 يورو شهرياً مع توفير مبيت مكيف للعمال ووجبات أثناء فترة العمل ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل وتأمين طبي واجتماعي وتأمين صحي إضافي ضد إصابات العمل والحوادث في مواقع البناء، ومدة العقد سنة وتجدد، وبيئة عمل ممتازة مع موظفين ذوي خبرات وكفاءات مهنية، مع إمكانية دفع تكاليف السفر وتقسيطها من الراتب الشهري بعد استلام العمل على دفعات. مهرجان العالمين الجديدة بيشهد فعاليات من نوع خاص لعشاء السيارات ضمن سباقات موتور ويك، واللي بتعتبر طبعا من الفعاليات المهمة اللي لاقت اهتمام وحرص طبعا من عشاء السيارات، حرصوا على الإقبال على هذه طبعا المسابقة. المشاركين كانوا حريصين جدا انهم يظهروا التعديلات اللي قاموا بيها على عربياتهم عشان يقدروا يجهزوها للمشاركه في المهرجان، واكدوا ان اداره المهرجان نظمت الفعاليات بشكل اكثر من رائع وقد ايه هم استمتعوا بالمشاركه في المهرجان. خلينا نتابع التقرير. وصلنا لنقطة النهاية في أكبر رالي سيارات موجود في مهرجان العالمين الجديدة والخاص بموتور ويك، واللي انطلق في 16 أغسطس بمشاركة كبيرة جدا من المتسابقين في أنواع السباقات المختلفة. وصلنا لنقطة النهاية بالسباقات النهائية اللي هيخوض فيها المتسابقين
اخر سباقات ليهم علشان يتم الاعلان عن الفائزين في موتور ويك. مشاركه كبيره جدا، استعدادات قويه جدا للنهائيات. تعالوا بينا نشوف ازاي المتسابقين بيستعدوا لنهائيات موتور ويك وحاله المنافسه والاجواء عامله ازاي في اكبر رالي سيارات موجود في مهرجان العالمين الجديده. تعالوا بينا نشوف. انا متسابق عمر ناصر من اسكندريه، بشارك في سباقات السبيد والدريفت. طبعا دي ثالث سنه شارك مع موتور ويك في العالمين. طبعا انا بنزل اجازه مخصوص، انا في الامارات بنزل اجازه مخصوص عشان اشارك في الحدث دوت. بالنسبه للعالمين طبعا اسفلت جديد، تراكات مختلفه، تنظيم هايل. طبعا وزاره الشباب والرياضه طبعا دكتور اشرف صبحي مهتمين جدا بالموضوع، فمخلينا ان احنا مرتاحين حتى في السواقه، حتى في تنظيم، حتى في التحركات، مسهلين علينا كل حاجه. يعني انا تاهلت من يوم الخميس للنهارده للفاينل، بشارك في سباقات كار بارك دريفت. ما بقدرش اشارك في التندم لان عربيتي ما فيهاش رول كيج، فبسابق في الكار بارك. فزت في سباق السبيد المركز الثاني، وان شاء الله النهارده ربنا يوفقنا ويوفق الجميع ويبقى يوم جميل لكله. خدت سباقات ريف توب وريد بول وكل السباقات اللي اتعملت في مصر، والسنه اللي فاتت ميمك وموتور ويك، وتجهيزاتنا بقى لنا كتير جدا شغالين على العربيه وشبه لسه خلصنا قبل السباق بساعات. قول لي ايه رايك في اجواء مدينه العالمين وان البطوله تكون موجوده في مهرجان العالمين؟ لا طبعا تحفه، ومهرجان العالمين دايما بيساعدنا في الدريفت وفي كل حاجه تبع الرياضه. يعني هشام الخطيب بطل مصر وبطل العالم في رياضه الدريفتنج. والله الاسبوع ده كان مختلف في كل حاجه، في تجهيز من بطوله للمنظمين، بصراحه كان التنظيم هايل، البطوله هايله، فالحمد لله كان بالنسبه لنا السباق مختلف. واحسن حاجه ان هو في مدينه العالمين ادى فرصه لناس كتير ان هي تشاركنا وتيجي تتبسط معانا، فبالنسبه لنا البطوله ناجحه جدا الحمد لله ايا كانت النتيجه. يعني انا مشارك ان شاء الله في سباق الدريفت اللي هو الكار بارك دريفت، وسباق التاندم اللي هو العربيات الاثنين مع بعض بإذن الله. عربيتي مازدا ار اكس 7، عليها موتور تويوتا سوبرا، متجهزه كويس للدريفتنج. ان شاء الله بتطلع حوالي 550 حصان. كل واحد بيبقى عنده تجهيز لعربيته مختلف على حسب سواقته وستايله، واحنا كان عندنا تجربه، فكل واحد جرب عربيته وشاف ايه اللي محتاجه وعدل العربيه عليه، وان شاء الله النهارده نظهر بشكل احسن ان شاء الله. احنا هنا المفروض السباق عباره عن 3 ايام، اول يوم براكتس، ثاني يوم كواليفاينج، وبعدين النهارده بقى التصفيات ان شاء الله للنهائي. قبل اي سباق ده مش انا بس، كلهم بيعملوا كده، بنبعت العربية على الداينو، بنعمل شوية داينو رانز ونشوف القرابة بتاعت العربية مظبوطة ولا لأ، وبنتوقع الله، ولو في مشكلة بتبان فبنعدلها قبل ما ننزل على السباق. يعني أجواء حلوة جدا والتنظيم حلو جدا، بالعكس يعني مبسوطين احنا في سباق في الساحل، ويعني حاجة تشرف بصراحة لأي حد. احنا بدأت السباقات من 2013. السباق المره دي سباق حلو، جو طبعا كويس حلو على العربيات، والحمد لله ان احنا قدرنا نتأهل النهارده اليوم السبت، وان شاء الله ربنا يكرم في سباق كار بارك والتوين. كلمنا عن عربيتك والتشيك اللي انت بتعمله على العربيه قبل السباق. والله العربيه لازم تتجهز طبعا من كل حاجه، ولازم تشيك عليها وتعمل لها تيست وتتجرب، لان وارد جدا ان يحصل فيها اي عطل قبل السباق. فاحنا قبل كل تراك لازم بنشيك على كل حاجه فيها قبل ما بتنزل، من مطور، من عفشه، من كاوتشات، من جنوط، من ايثانول، من زيوت، من كل حاجه، بحيث ان احنا ما نخشش جوه نعطل. انا ماجد ابو سليم، بطل مصر في الدريفت 2024. بالنسبه للسباقات اللي خطناها قبل كده، كان في سباق في مهرجان العالمين ريفي توب من حوالي اسبوعين، الحمد لله وربنا كرمنا فيه، وقبلها كان في ريد بول وخدنا مركز اول. بنجهز احنا اهو دلوقتي في خلاص نص ساعه وهنخش التراك، وكل امور تمام. كل واحد بيبقى عنده استعدادات خاصه بفريقه وخاصه بيه في الفاينلز، بتبقى زي خلطه سريه او حبكه سريه مثلا للست اب العربيه للتيون، كله بيبقى بناء على البراكتس اللي عملناه قبلها بيوم، بنحدد بناء عليه عايزين نعدل ايه في العربيه عشان يتلائم مع التراك ونقدر نزول العربيه ونحقق احسن نتائج. رايك في مدينه العالمين والاجواء وان البطوله تكون موجوده هنا في مهرجان العالمين؟ رائعه طبعا، احنا بنستنى السباق ده من السنه للسنه، يعني ما فيش اجواء بتبقى احسن من كده. الجو كويس، المدينه تحفه، الناس اللي
بتيجي تتفرج بتنبهر وتتبسط جدا، بيبقوا قاعدين في جو مختلف خالص عن سباقات القاهرة. يمكن كتير مننا يبقى فاكر منطقة زرايب 15 مايو قبل كده اللي تم نقل سكانها للمنطقة البديلة زهور 15 مايو. المنطقة دي بقت مجتمع حضاري مكتمل الخدمات، مش بس كده هو كمان بيوفر الحياة الكريمة لأهلينا واللي كانوا ساكنين في منطقة قبل كده يمكن تصنف بأنها منطقة عشوائية خطر كانت بتفتقد لمقومات الحياة الكريمة. خلينا نتابع. رؤية مصر 2030 هي رؤية شاملة لنقل الوطن نقلة حضارية شاملة بكل مناحي الحياة، وموجودين دلوقتي في مدينة 15 مايو وتحديدا في هذا المربع السكني المتكامل الجديد زهور 15 مايو، واللي تم نقل فيه المواطنين من منطقة الزرايب إلى هذه المنطقة الحضارية الجديدة المتكاملة اللي فيها كل مناحي الحياة والخدمات، من حضانة، من مدرسة، من مشروعات تجارية خدمية، من مسجد، من أرض يعني داخلة في حيز البناء لبناء كنيسة، عندنا نقطة شرطة، حيز الإنشاء بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق توجيهات القيادة السياسية بضرورة نقل المواطنين نقلة حضارية وآدمية من أي مسكن عشوائي ومن أي عشوائيات إلى مسكن يليق بالإنسان المصري وفق رؤية الدولة المصرية مصر 2030 في إطار الجمهورية الجديدة. بالنسبة لمشروع زهور مايو في إطار خطة الدولة والقيادة السياسية في القضاء على العشوائية وخطة 2030، تم تنفيذ مشروع زهور مايو بعدد 1008 وحدة للتجمع عمراني جديد يليق بالمواطن المصري، لأن كان عندنا منطقة اسمها زرايب مايو. المنطقة دي انضمت لنا في إطار الأراضي اللي تم ضمها لجهاز تنمية 15 مايو من خلال القرارات الجمهورية، وبالفعل صدرت التعليمات القيادة السياسية وقيادات هيئة المجتمعات ووزارة الإسكان بأن احنا ننفذ مجتمع عمراني يليق بالمواطن المصري ويكون حاجة مشرفة لجهاز تنمية 15 مايو وهيئة المجتمعات ووزارة الإسكان عموما. فتم تنفيذ بالفعل 1008 وحدة سكنية لعدد 1008 أسرة. الأسرة دي كانت موجودة في المكان العشوائي اللي هو كان منطقة زرايب مايو، كانوا بيمارسوا في حياتهم اليومية بشكل يعني غير آدمي. قدرنا نوفر لهم الحياة الكريمة للمشاركة مع وزارة التضامن بأن احنا نفذنا 1008 وحدة، وقامت وزارة التضامن بفرش الوحدات دي كاملة من A to Z. صدرت توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مجتمع عمراني متكامل بشرط يتناسب مع طبيعة عمل أهالينا المتضررين. فورا قامت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بتخطيط المساحة 67.5 فدان مقسمة كالآتي: 42 عمارة بإجمالي 1008 وحدة سكنية، مساحة 90 متر للشقة، عبارة عن 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، كاملة التشطيب والفرش. الجزء الثاني كان أماكن لخدمة عمل أهالينا متمثلة في 833 حظيرة تتناسب مع طبيعة عملهم اللي هو فرز القمامة، بالإضافة لتوفير منطقة للفرز لإنشاء مصانع تدوير المخلفات بالتعاون مع التنمية الصناعية.
حوالي 15 فدان مقسمة لثلاث مناطق بالإضافة لتوفير منطقة مخازن. المشروع مش بس سكن وتوفير بيئة عمل، لا، كان عندنا المنطقة خدمات متكاملة لخدمة أهالي المنطقة. عندنا مركز طبي ومدرسة وسوق تجاري وحضانة بالإضافة لمسجد وتوفير أرض لإنشاء كنيسة. طبعا احنا تراعى في المنطقة في تخطيطها طبيعة العمل لأهالينا اللي في المنطقة هنا، بحيث من أماكن الحظائر أو أماكن الفرز. الحاجة التانية في التخطيط راعينا ان احنا بنقدم مجتمع عمراني متكامل لاهالينا هنا، من حيث مناطق اللاندسكيب، مناطق الزراعه زي ما حضرتك شايف، في الاناره، اماكن انتظار السيارات، فالموضوع كله متكامل. وفرنا هنا الخدمات الدينيه، عندنا مسجد تم انشاؤه، جاري انشاء كنيسه، خدنا الموافقات الرسميه طبقا للتوجيهات بعمل نقطه شرطه، ملعب كحاجه ترفيهيه لاولادنا هنا، عندنا مخبز على اعلى مستوى جاري تنفيذه. ربطنا المنطقة هنا بالمدينة الأم بطريق رئيسي طوله حوالي 5-6 كيلو، المنطقة بقت محور تنموي تمت حواليه مناطق تنموية أخرى كمناطق الإسكان الاجتماعي وخلافه. انطلقت فعاليات معرض ارت سبيس للفنون المعاصره في مدينه العالمين الجديده، ده بيعتبر طبعا اول معرض دولي للفنون التشكيليه والمعاصره بيتعمل في المدينه. هذا المعرض بيشارك فيه مجموعه كبيره من كبار الفنانين من 12 دوله مختلفه. من خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن المعرض والمشاركات فيه، معانا على التليفون الاستاذ محمد حميده منظم فعاليات معرض ارت سبيس بالعالمين الجديده. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. خلينا بدايه نتعرف تفاصيل الفعاليات اللي بيشمل عليها معرض ارت سبيس في العالمين الجديده. مهرجان او معرض ارت سبيس العالمين الجديده ده معرض فنون تشكيليه، زي ما قال زميل حضرتك المحترم ان ده اول فعاليه دوليه تتعمل على ارض العالمين الجديده. طبعا في مكان مميز جدا، الخلفيه بتاعت المعرض كانت الابراج العالمين المشهوره، الجهه الثانيه من المعرض البحر، بحر العالمين، فكان المعرض ناجح من اول ما اتحطت الاعمال، ان المساحه رهيبه قوي زي ما حضرتك شايف في الصور. الفنانين المشاركين يعني عملوا كميه صور وشير للمعرض امبارح في كل الدول المشاركه، يعني المعرض ده اتشاف على صفحات الفنانين التشكيليين في امريكا، في روسيا، في تركيا. ده حاجه تسويق جميل جدا للمعرض، وان شاء الله هيتكرر السنه الجايه باقوى، يعني باقوى واستعداد اكتر من كده. عظيم جدا يا فندم. الدول المشاركه، ايه ابرز الدول المشاركه ومدته قد ايه؟ عندنا السعوديه والاردن وفلسطين طبعا، وامريكا وروسيا واوكرانيا وصربيا. وعندنا فنانين من ألوان مختلفة كمان، ألوان مختلفة ولغات مختلفة وثقافات مختلفة. برضك الأعمال المعروضة لأول مرة يبقى في معرض الأعمال النحت اللي هي المجسمات الضخمة، يعني مش مجرد أعمال صغيرة أو لوحات، لا، ده في أعمال انستليشن أرت محطوط في الـ في الـ في الأرض المعرض. الأعمال بالذات دي ما احنا جبناها عشان تناسب جو العالمين، واحنا بنقول برضك ان ممكن العالمين يتحط فيها الأعمال التشكيلية النحت دي، يتحسن بيها الصورة البصرية والذهنية للمدينة. فنسيبها يعني في المدينة اقصد بعد انتهاء هذا المعرض؟ والله ما حدش عرض علينا من الجهاز التنمية العالمين او اي جهه لو طلبت. تبقى طبعا فكره كويسه طبعاً جدا لو في تواصل ما بينكم وبين جهاز مدينه العالمين لوضع هذه الاعمال لتزين مدينه العالمين، خصوصا انه تم اختيار هذه الاعمال مناسبه كمان للاجواء مدينه العالمين بشكل عام. برافو عليك، برافو عليك، هو صح كلام حضرتك صح. لو حد تواصل معنا احنا مش ما عندناش اي مانع، احنا لازم نساهم طبعا مع جانب، يعني زي ما بيقولوا ما بتقول القياده السياسيه، ان لازم في يعني مشاركه القطاع الخاص بالتنميه، واحنا بنمد ايدينا للجهات الحكوميه وتحت امرهم. اكيد. المعرض المفروض ان هو هيقعد كام يوم؟ هيستمر لمده 10 ايام، احنا طبعا يعتبر في نهايه سيزون العالمين، مهرجان العالمين، فاحنا المفروض ان احنا نبدا السنه الجايه قبل كده بكتير، نبدا من بدايه الموسم، اعداد اكبر من الفنانين،
بعدد اكبر من الاعمال، وهيبقى في كمان ورش عمل، هيبقى الفنانين معظم الفنانين حتى بتوع بره مصر هيجوا ويحضروا ويشاركوا عشان يبقى في تفاعل قوي للمعرض. اكيد فكره امكانيه تنظيم، يعني مش عارفه بقى نقولها ازاي، معرض بس بنبتدي بالفكره من وهي لسه مواد خام لغايه ما نوصل للشكل النهائي. معتقد ان ده ممكن حاجه زي كده تتنفذ بحيث ان احنا نقدر نعمل ترويج اكبر لفكره الفنون التشكيليه دي، بالاضافه كمان لفكره الترويج السياحي، نقدر نعمل حاجتين في نفس الوقت. هو دايما انا بنظم الفعاليات دي في الغردقه وفي شرم الشيخ على طول وفي الاقصر واسوان. بركز على ان انا اربط المقاصد السياحيه لمصر للفنون بالفنون. يعني لما بجيب فنان من امريكا او من ايطاليا او من اسبانيا ويشارك عندي في فعاليه، فده اكبر تنشيط سياحي طبعا لمصر عن طريق الفن والثقافه، او عن طريق لما عملنا معرض حتشبسوت في جوه معبد حتشبسوت او معرض الملك في حتشبسوت، كان برضك تسويق للمعبد عن طريق الفنانات التشكيليات، لانه كان من خلال مهرجان المراه العالمي للفنون كان تسويق للفن للمكان المقصد السياحي عن طريق الفنانات والفنانين. العالمين انا اعتقد ان دلوقتي مثلا من حوالي 4 ايام الفنانين بيشيروا صورهم والبوستر العالمين ان هو معرضهم في العالمين، ده تسويق سياحي لمدينه العالمين الجديده. عظيم. طيب استاذ محمد، ازاي تم اختيار المشاركين من مصر؟ يعني هل هم محترفين ولا في فرصه للطلبه؟ طبعا لا، كلهم مميزين واساتذه جامعه. عندنا اساتذه جامعه من اسكندريه، من جامعه فنون جميله الاقصر اسوان، اساتذه جامعه من عظيم جدا. كنت بسال حضرتك بس، هل كان في فرصه لمشاركه طلبه الفنون التشكيليه بحيث ان هم يكتسبوا الخبرات؟ كان عندنا طبعا مش طلبه، هم جيل يعني شباب صغير. يعني لسه بادئ في تجاربه الفنيه، فبندي له فرصه الاحتكاك مع الفنانين الكبار، بيستفادوا ويفيدوه وهو كمان بيفيد. يعني برضك الفنان حتى لو شاب صغير ده بالعكس ممكن يكون اقوى. اكيد الافكار بتبقى اجدد، ويمكن بيبقى عندهم القدره اكتر على انهم يتحرروا من القوالب ويبقى عندهم افكار يعني مجدده اكتر. كل الشكر لمحمد حميده منظم فعاليات معرض ارت سبيس بالعالمين الجديده، شكرا جزيلا ليك. دلوقتي مشاهدينا مع موجز لاهم الاخبار مع دينا. شكرا لك يا شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 5 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني. تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية المتأزمة في ظل استمرار الحرب الجارية في غزة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، حيث أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر للتوصل إلى اتفاق هدنة يتم بموجبه وقف إطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل المحتجزين والأسرى، متمنيا أن تكلل جهود الوساطة بالنجاح لتخفيف حدة التوترات التي يشهدها الإقليم تفاديا لانزلاق المنطقة في حلقة مفرغة من العنف والتصعيد. أعلن حزب الله اللبناني الانتهاء من المرحلة الأولى من رده على اغتيال القيادي الكبير بالحزب فؤاد شكر في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت الشهر الماضي. وأعلن الحزب أنه قصف 11 موقعا عسكريا إسرائيليا، حيث تم إطلاق أكثر من 320 صاروخ كاتيوشا بالإضافة إلى مسيرات على شمال إسرائيل. هذا وقد دوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، وسمع دوي انفجارات حول عدة مناطق، حيث أسقطت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية القبة الحديدية صواريخ قادمة من جنوب لبنان، في حين أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنها في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء البلاد. وفي خضون ذلك نقل إعلام إسرائيلي عن وزير الدفاع قوله إنه تم الإعلان عن وضع خاص في الجبهة الداخلية لمدة 48 ساعة. كما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن اجتماع للمجلس الوزاري المصغر صباح اليوم بعد التصعيد على الجبهة مع جنوب لبنان.
استشهدت رضيعة فلسطينية تبلغ من العمر 8 أشهر ووالدتها، وأصيب آخرون جراء قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق شمالية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة كشف عن دمار واسع في المباني السكنية والممتلكات، وتركز الدمار الكبير في منطقة مدينة حمد السكنية، حيث دمرت طائرات الاحتلال عشرات الشقق السكنية وسوت أبراجا بالأرض وفقا لشهود عيان. قالت منظمة الصحة العالمية إن آلاف الأطفال في غزة يعانون من خطر سوء التغذية الحاد بعد الكشف عن إصابة نحو 15,000 طفل بسوء التغذية. وأوضحت المنظمة في بيان أن من بين هؤلاء 3,288 طفلا مصابا بسوء التغذية الحاد، وذلك بعد فحص نحو 240,000 طفل في القطاع منذ بداية العام الحالي، مشيرة إليها تدعم 4 مرافق تعمل في مجال علاج سوء التغذية، ومنها مركز في مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لهيا شمال القطاع. أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حسان غرب بيت لحم. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المواجهات تركزت عند المدخل الشرقي للقرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل الدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وعلوجوا ميدانيا. وأيضا أضافت الوكالة أن قوات الاحتلال أغرقت الشارع الرئيسي للقرية ومنعت حركة مرور الفلسطينيين والمركبات. كانت مساء الأمس بفعل أن نظمت الجالية الفلسطينية في ولاية بريمن الألمانية مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار العدوان ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان وأوروبيون. ورفع المشاركون في المسيرة صور لمشاهد قتل الأطفال في قطاع غزة والعلم الفلسطيني واللافتات التي تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. استدعت النيابة العامة الفنزويلية زعيم المعارضة إدموند جونزاليس في إطار تحقيق جنائي عقب الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها نيكولاس مادورو بولاية ثالثة. وجاء في بيان للنيابة العامة أنه تم استدعاء جونزاليس للمثول أمامها في إطار تحقيق بشأن نشر المعارضة سجلات انتخابية تقول أنها تبين هزيمة مادورو في الاستحقاق. وكان المجلس الوطني الانتخابي قد أعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات دون أن ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شككت فيه المعارضة وعدد من المراقبين. في المقابل تقول المعارضة إن مرشحها هو الذي حاز العدد الأكبر من الأصوات. ختام موجز 8 فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم من جديد. في كده حالة من القلق والخوف كانت موجودة عند بعض الأشقاء في السودان الشقيقة بعد الإعلان عن تفشي وباء الكوليرا في عدد من الولايات. وباء الكوليرا طبعا احنا عارفين انه مرض فيروسي مهدد لصحة الإنسان، وظروف وأسباب انتشاره متعددة، طبعا من ضمنها المية الملوثة أو أي حاجة ملوثة ممكن الإنسان يتعرض ليها. ربنا يسلم يا رب. طبعا لكنه وباء طبعا كلنا عارفينه، اكيد دول كتير عندها طبعا دول كتير لا عارفينه طبعا كويس يعني، ودول كتير عندها بقى عندها خبره كمان في التعامل مع مثل هذا النوع من الوباء. لكن ايه حكايته بالظبط وايه سبب انتشاره دلوقتي، ايه الاضرار اللي ممكن تقع على الانسان من جراء هذا الوباء، كل هذه التفاصيل هنعرفها دلوقتي من دكتور اشرف عقل.
رئيس أقسام البطنة العامة والمناعة سابقا بجامعة عين شمس اللي منورنا. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير عليك. يا أهلا بك يا فندم. المشاهدين في البداية، إيه سبب انتشار الكولر دلوقتي؟ هو مرض بتسببه بكتيريا بنسميها الفيبريو كولر، وهو مرض الحقيقة منتشر في أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا وفي بعض الجزر زي هايتي مثلا. بعض الدول الصناعية الحقيقة بدأت تتخلص من هذا المرض نتيجة طبعا الصرف الصحي المتميز اللي هم بيعملوه، وبالتالي بقى يعني عدد الحالات أو الإصابات في الدول الصناعية الكبيرة أقل بكتير. لكن لازال لسه في بعض البلدان بيظهر فيها مرض الكوليرا، وخاصة في المناطق اللي بيبقى فيها حروب، فيها يعني فقر، فيها ظروف بتخلي الناس تبقى في تجمعات، وبيبقى في مياه راكدة ممكن انها تتصل بمياه الشرب الرئيسية. كمان اذا كان بيستخدموا ابار ممكن يحصل منها تلوث. طبعا ده كمان نتيجة انه بعض الناس الحقيقة ممكن انها يعني لا تتوقع الحذر اثناء اعداد الطعام، وخاصة الناس اللي تتداول الاكل اذا كان مش بيلتزموا بغسيل الايدين بشكل مظبوط. يعني الموضوع متعلق بالنظافة سواء في المياه او في الاكل. بالظبط. هو مرض بكتيري بيجي عن طريق الأكل أو شرب المياه الملوثة ببكتيريا الكولر. أعراضه إيه بقى دكتور؟ أعراضه في البداية هي إسهال شديد، وهو ده أهم يعني عرض بيؤثر في النهاية على كل المشاكل اللي بتحصل نتيجة. البكتيريا دي الحقيقة لما بتصل إلى الأمعاء بتبدأ تفرز سموم، السميات بتاعتها بتخلي إفراز السوائل من الأمعاء شديد جدا، ممكن الواحد يفقد أكتر من لتر في الساعة إذا حصل نوبات الإسهال الشديد دي. كمان ممكن ده يصاحبه قيء، في الحالة دي بيحصل جفاف، ويبدأ يحصل إن الجلد نفسه يبقى فيه نوع من الجفاف وذبول الجلد، ويحصل تغور لمخلط العين. وبعد كده ممكن بقى نتيجة فقدان السوائل وكمان المعادن المهمة يبدأ يحصل بعض المضاعفات زي مثلا آلام وتقلصات في العضلات، وطبعا نتيجة تأثير نقص بعض المعادن المهمة ممكن يحصل علامات ثانوية للحكاية دي سواء في ضربات القلب، وكمان ممكن يحصل. ده بيحصل في ادوار النزلات المعويه يا دكتور، يعني بس مش بالشده بتاعت الكوليرا. بنحس انه اي ام يعني عندها اطفال صغيرين تعرضت لحاجه شبه كده مع الولاد لما كان بيجي لهم نزلات معويه مثلا. ده صحيح، ممكن النزلات المعويه لو كانت شديده بيحصل فيها فقد للسوائل، وممكن يحصل جفاف للاطفال. لكن الكوليرا الحقيقه بتتميز بانه الاسهال فيها ممكن يكون شديد الى حد كبير جدا، يحصل فيه فقد للسوائل، ممكن إذا ما تلحقش الشخص بالعلاج المناسب في التوقيت المناسب وبسرعة يعني ممكن أنه يفقد كمية كبيرة جدا من السوائل تؤدي إلى الوفاة. طيب كيف ينتقل يا دكتور؟ وهل هو سريع الانتشار أم لا؟ زي ما قلنا هو بينتقل عن طريق المياه الملوثة والغذاء اللي برضو ممكن يكون تلوث ببكتيريا اللي هي الكوليرا، أو عن طريق بعض الحشرات اللي ممكن إنها تنقل البكتيريا دي إلى الغذاء. لكنه مش معدي. هو معدي عن طريق إذا كان الشخص المصاب البراز بتاعه بيلوث الأكل بعد كده. علشان كده أي واحد مصاب لازم إن هو يغسل ايديه بشكل كويس، وكل المخالطين للحالة المصابة لازم انهم كمان يلتزموا باجراءات غسيل الايدين بشكل كويس. بالمناسبة غسيل الايدين احنا بنسمعه دايما كتير قوي، ووجد فعلا انه غسيل الايدين واحدة من اهم وسائل الوقاية من امراض كتير. يعني من الامراض اللي ممكن تيجي عن طريق الفم او تناول الاطعمه ملوثه، او كمان عن طريق امراض ممكن تيجي عن طريق جهاز تنفسي اذا حد بيتلامس مع اسطح ممكن انها تكون عليها البكتيريا او الفيروس المسبب للمرض ومش بيغسل ايده بشكل كويس. برضو اي حد بيتناول الاكل لازم يغسل ايده قبل الاكل ويغسل ايده بعد الاكل، واذا دخل التواليت برضو يغسل ايديه، وكل واحد بيعد الطعام لاشخاص يعني المفروض ان هو يلتزم بغسيل الايدين بشكل كويس. الاكل المطهي
يعني معمول في اتسخن يعني او تم غليه، لا ده لا ينقل المرض، لكن الخضار والفاكهه والاسماك النيئه وكمان المحار، لانه في مثلا الولايات المتحده حصل في وقت من الاوقات انتشار للكوليرا نتيجه انه كانوا بياكلوا الاسماك القشريه اللي كانت موجوده في خليج المكسيك، وكانت هي سبب لانتقال البكتيريا الكوليرا. طيب دكتور، لو يعني حد بقى عنده دور من الادوار اللي حضرتك بتتكلم عليها، قيء واسهال وفقد للسوائل، هل لازم يعمل تحليل عشان يقدر يحدد هي مجرد نزله معويه عاديه ولا كوليرا؟ يعني هل نقدر نشخص الكوليرا في البيوت ولا لازم نكون توجهنا الى مستشفى او لمعمل تحليل للمعرفه؟ إذا حد بيعاني من الأعراض، بالمناسبة الأعراض بتظهر من 12 ساعة لغاية 5 أيام بعد تناول الوجبات اللي ممكن أنها تكون ملوثة ببكتيريا الكوليرا، وإذا ظهرت علامات اللي هو الإسهال الشديد والقيء في الحالة دي لازم يتوجه بسرعة للمستشفى لتناول العلاج اللازم. هنا بيبقى نوع من نقل المحاليل سواء عن طريق الفم، تعويض السوائل بالضبط، تعويض للسوائل، وكمان تظبيط الكيماويات والأملاح اللي موجودة في الجسم، وعلشان كده بيبقى محلول معالجة الجفاف جزء مهم من العلاج لغاية ما يبدأ يعمل الفحوصات. زي ما حضرتك قلتي بالضبط إنه الكوليرا واحد من الأمراض اللي بتسبب الإسهال والقيء الشديد، والنزلات المعوية اللي بتسببها في بعض الأحيان بعض الفيروسات ممكن أنها تكون برضو بتسبب الجفاف، وخاصة عند الأطفال. فأي حد بيعاني من أعراض شديدة بالمستوى ده عليه أنه يتوجه للمستشفى لتلقي العلاج في أقرب فرصة، علشان ما يحصلش فقد للسوائل ويحصل صدمة نتيجة هبوط الدم أو فشل الكلى نتيجة برضو نقص السوائل في الجسم. تمام دكتور، احنا الحمد لله ما عندناش وباء الكوليرا في مصر، ازاي ناخد احتياطاتنا أكتر بحيث ان احنا نمنع وجود هذا الوباء في مصر؟ طبعا وزارة الصحة الحقيقة بتقوم بمهمة يعني مهمة جدا، انها بتعمل نوع من الرصد للحالات، وبتخلي في نوع من الحجر الصحي على كل مداخل مصر، سواء المواني واي مداخل البرية والجوية والمطارات وغيره، على اساس انه يتم فعلا فحص اي شخص ممكن ان هو يكون بيعاني من اعراض مشتبهة فيها علشان ما يدخلش المرض لمصر. من ناحية تانية احنا كأشخاص علينا ان احنا زي نلتزم باولا غسيل الايدين بشكل متكرر بعد التواليت، كمان اي حد بيعد الطعام للناس عموما لازم ان هو يلتزم بكل اساليب اللي فيها يعني نوع من الالتزام بالنظافة. كمان الآبار او مصادر المياه علينا ان احنا نغطيها ونتعامل معها بشكل ملتزم، يعني ما يبقاش في اي نوع من التبول او رمي الفضلات بتاعه الانسان في مصادر المياه. علينا ان احنا نحافظ على مصادر المياه بتاعتنا من اي نوع من التلوث، لا صرف صناعي ولا صرف زراعي ولا صرف صحي ولا اي حاجه من الحاجات دي. طبعا بالظبط، يتم تغطيه كل الأوعية أو أي حاجة لها علاقة، علشان ما يحصلش أنه يجي عليها أي حشرات ممكن أنها تنقل العدوى، لأنه الحشرات واحدة من الوسائل اللي ممكن تنقل العدوى من الفضلات بتاعة إنسان إلى مصدر الأكل. غالي الأكل، وإن إحنا يعني نفضل إن إحنا ناكل الأكل المطبوخ اللي هو تم فعلا تسخينه عن الأكل الطازج. ممكن الحاجات اللي هي زي الخضروات والفاكهة بنقشرها علشان نتخلص من أي بكتيريا ممكن أنها تكون عالقة بيها. طيب دكتور، لو لا قدر الله بقى في مكان بالفعل زي ما كنا بنقول في المقدمة بقى موجود فيه وباء الكوليرا، كيفية السيطرة على هذا الوباء؟ علينا طبعا نحن نتعامل مع الأشخاص المرضى بسرعة، أولا لإنقاذ حياتهم وعلشان ما يكونوش مصدر لعدوى آخرين. برضو المخالطين ليهم علينا أن احنا ننبه عليهم أنهم يتم غسيل الإيدين بشكل ملتزم، تناول الأكل بعد تسخينه، والخضروات والفاكهة يتم غسلها بشكل كويس، والتواليت لازم كمان نحرص على تنظيفه بشكل متكرر علشان ما يكونش مصدر لعدوى. تنظيف إيدينا والأدوات والجلوفز أو أي حاجة احنا لابسينها واحنا بننظف، لأنه
نظافه التواليت ونقوم احنا اهملنا في ايدينا شخصيا اللي هي اكبر حاجه. الحقيقه مهمه قوي، مش لازم كل الاشخاص اللي تصاب بالكوليرا تكون الاعراض عندهم شديده. بعض الاشخاص ممكن تكون الاعراض بسيطه. الاشخاص اللي عندهم اعراض بسيطه دول ممكن يكونوا مصدر عدوى للاخرين، لانه هو يظل يفرز البكتيريا في وما يعرفش البراز بتاعه، وتكون مصدر تلوث يعني لحاجات تانية. علشان كده اي لو في منطقه فيها انتشار او تفشي للكوليرا، علينا ان احنا ننصح الناس سواء الاشخاص اللي عندهم علامات شديده او حتى اللي عندهم علامات بسيطه، لانه قد يكون مصاب بالكوليرا بس العلامات بسيطه، لانه يمكن اعداد الناس اللي بيحصل لهم علامات شديده او نسبتهم بتكون مش كبيره قوي، ممكن مثلا يكونوا من 10-15% من المصابين بالكوليرا هم اللي بيجي لهم اعراض شديده. بعض الناس بتجي لهم كوليرا لكن الاعراض مش بتكون شديده قوي. هل علاجها سهل يا فندم؟ علاجها في المقام الاول طبعا هو نقل السوائل، او يعني اعطاء سوائل بكميه كافيه، سواء عن طريق الفم تعويض او عن طريق المحاليل، وده اهم شيء. كمان تعويض الاملاح اللي ممكن انها تكون قد فقدت اثناء الاسهال المتكرر، وبعض استخدام المضادات الحيويه، وحاليا بيوجد لقاحات الحقيقه للكوليرا يمكن استخدامها لما يكون واحد هيزور مكان في تفشي للكوليرا. في الحاله دي هو بياخد اللقاح الفموي ده قبلها ب10 ايام علشان يقدر ان هو برضه يكون في أمان من الإصابة بالكوليرا. ربنا يبعد. في ناس اوريدي أصيبت بالكوليرا بالفعل، وإحنا عارفين أن يمكن في بعض الدول المحيطة ممكن تكون في حالة من عدم الاستقرار، ففيها تفشي للأوبئة المختلفة، كوليرا وجدري قرود وأشياء مثل هذا القبيل. هل لو حد مصاب بالكوليرا ده بيضعف جسمه ويخليه عرضة للإصابة بوباء آخر، يخرج من وباء يدخل في وباء واللي بعده؟ أكيد طبعا. هو الحقيقة جسم الإنسان بيحتاج السوائل بشكل يعني دائم، وفقد السوائل عن طريق الإصابة بمرض الكوليرا بيخلي الجسم في حالة إعياء شديد، وأي واحد حتى لو كان سليم وجاله كوليرا من النوع الشديد هنا لازم يتم تعويضه بالسوائل علشان يقدر ان هو يعيش بشكل كويس. لكن لو كان بيعاني كمان من مشاكل صحية زي مثلا أمراض ارتفاع ضغط الدم أو القلب أو ضعف وظائف الكلى أو فشل الكلى أو غيرها من الأمراض، فقد السوائل عن طريق الإصابة بالكوليرا الحقيقة ممكن ان هو يضاعف من المشاكل الصحية اللي بتكون موجودة عنه. طيب هل الكوليرا من الممكن أن تؤدي للوفاة؟ والنسبة قد إيه؟ ممكن. الحقيقة أنه زي ما قلت في البداية أنه ممكن يحصل فقد للسوائل لدرجة أنه الشخص يفقد سوائل بنسبة لتر في الساعة إذا جاله الإسهال الشديد. فده معناه أنه هو ممكن في خلال ساعات بسيطة ممكن أنه هو يفقد كمية كبيرة من السوائل وتحدث وفيات. علشان كده إذا حصل فعلا أن احنا عندنا حالات مشتبه فيها، علينا أن احنا نتوجه للمستشفى في أسرع وقت علشان يقدر أن هو ياخد السوائل التعويضية اللي تمنع حدوث أي مضاعفات. دكتور، يعني أعتقد المبادرات الرئاسية الصحية لا تتوقف في الفترة الأخيرة، 100 مليون صحة، 100 يوم صحة وغيرها. أعتقد أن احنا بنحاول مؤخرا يعني الاهتمام بصحة المصريين بكل الطرق الممكنة. في عملية رصد وبائي بتحصل كمان عندنا في مصر، حضرتك شايف ازاي ده بيحصل في المطارات وفي الموانئ والمداخل البلاد المختلفة، بحيث ان احنا نبقى يعني عارفين دايما ايه اللي داخل لنا من بره؟ الحقيقة انه فعلا المبادرات الرئاسية بتهتم بصحة المواطن بشكل كامل، اهتمت بكل المواطنين بجميع الفترات العمرية من الرضع والأطفال وكمان أطفال المدارس وكبار السن والسيدات وكل من يعني هو موجود ويعاني أو موجود على أرض مصر، حتى في المناطق الحدودية والأماكن البعيدة. والرصد طبعا بتاع المشاكل الصحية في الدول المجاورة جزء مهم جدا من عمل وزارة الصحة والطب الوقائي، والحقيقة هم يعني دايما بيتابعوا كل المعلومات عن الأمراض الوبائية أو اللي بتبدأ تظهر في المناطق المجاورة، وبيتم فعلا اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة خاصة عند
المداخل مصر سواء المداخل البرية أو المواني أو المطارات، علشان فعلا نقدر نحافظ على المصريين من إصابتهم من أي مشاكل صحية. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام البطنة العامة والمناعة سابقا بجامعة عين شمس، شرفتنا ونورتنا فيكم. شكرا جزيلا. مشاهدينا خلينا بقى نروح لدينا شرف، مجهزين لأخبار كتير عن الرياضة سواء محليا أو عالميا. يا دينا. بالفعل يا منى، دلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. فريق زد تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت بهدف دون رد في المباراة اللي جمعتهم على ملعب السلام ضمن منافسات الربع النهائي من البطولة. تأهل فريق الإسماعيلي نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 10-9 في اللقاء اللي جمعهم ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر على استاد جهاز الرياضة العسكري. تأهل فريق بيراميدز لدور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق جي كي يو بطل زنجبار بنتيجة 9-1 مجموع المباراتين ذهابا وإيابا اللي أقيمت على استاد الدفاع الجوي. رابطة الأندية المصرية أعلنت فوز محمد هاني لاعب الأهلي بجائزة أفضل ظهير أيمن على مدار الموسم المنقضي 2023-2024 بناء على تصويت الجماهير. منتخب ناشئي الكرة الطائرة 18 سنة فاز على المنتخب المغربي بنتيجة 3-0 في إطار أولى مواجهات البطولة الإفريقية المقامة في تونس وهتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري. فريق مانشستر سيتي فاز على فريق إبوستيتش تاون المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري سام مورسي بنتيجة 4-1 في مباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز. فريق توتنهام هوتسبير فاز على إيفرتون بنتيجة 4-0 في المواجهة اللي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري. نادي مانشستر سيتي انجليزي اعلن عودة اللاعب الالماني الكاي غوندوغان لصفوفه من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من برشلونة الاسباني، وقع اللاعب على عقد لمدة عام واحد. نادي برايتون فاز على مان يونايتد بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب فالمر في افتتاح مباريات الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز. فريق برشلونه فاز على فريق اتلتيكو بلباو بنتيجه 2-1 في المباراه اللي اقيمت بينهم على ملعب مونتو غريك الاولمبي، وده ضمن مباريات الجوله الثانيه من منافسات الدوري الاسباني للموسم الحالي 2024-2025. بروسيا دورتموند استهل مشواره في الدوري الالماني بالفوز على اينتراخت فرانكفورت 2-0 في الجوله الاولى من البوندسليغا. مشاهدينا وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هنخرج لفاصل سريع وراجعين مع حضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي معنا قصة ملهمة، قصة بنت مصرية قدرت أنها توصل لحلمها رغم كل التحديات وكل الصعوبات، قصة أول بنت من أسيوط توصل إنها تكون كابتن طيار. معانا على التليفون كابتن طيار ميرولا ماجد. يا كابتن ميرولا صباح الفل عليكي. صباح النور، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيكي، مبروك الأول على تحقيق حلمك، احكي لنا الحكاية ابتدت إزاي؟ البداية بدأت إن أنا حلمي ده كان طيران، بس عامة ما كنتش لسه محدده ان انا عايزه ابقى ايه بالظبط، بس انا كنت انتمي للمكان ده. عايزه كنت عايزه تطيري؟ ايه؟ كنت عايزه تطيري وخلاص. انا عايزه حاجه، انا كنت لسه صغيره. بس بعد كده كبرت وفضل الحلم في دماغي وبدور عليه، مع كل ما اكبر حلمي بيزيد في دماغي، لغايه ما قلنا خلاص احنا لازم ناخد خطوه. وطلبت من بابا، قلت لبابا انا اخترت الكليه دي وعايزاها. بابا في الاول تردد من فكره ان احنا ما فيش بنات عندنا بتغترب،
اصل دي كلها محدش يعرفها، اصل الكلام ده. من هنا جت بقى فكره انا دخلت كليتين، ان هو بابايا ما كانش مطمن عليا لانه ما كانش يعرف كليه طيران، فبالتالي اختار الكليه اللي تريحك لانه مش بجبرك على طب او اي حاجه، كليه اللي تريحك وانا هبقى معاكي فيها. واخترت كليه اعلام الحمد لله ومشيت في الاثنين. يعني اخترت اللي انت عايزاه وهو اختار لك كمان حاجه كده جنبها؟ اه. ولا انت اخترت الاثنين؟ لا انا اخترت طيران وهو انا وهو اخترنا مع بعض اعلام. طيب ده جميل جدا. يعني انت بتقولي ان كان حلمك من زمان انك تطيري، كلنا حلمنا ان احنا نطير، لكن مش هبقى كابتن طيار. يعني كلنا حلمنا اركب طياره واتفسح، لكن فكره ان انا ابقى كابتن طيار، يعني ايه اللي خلى الموضوع يكبر في دماغك قوي كده؟ او مين كان قدوتك؟ ايه مين كان قدوتك؟ يعني فكرتي ان انت تشتغلي كابتن طيار ليه؟ بص، هو انا كنت بحضر لقاءات كتير لكابتن حسناء تيمور، واسلوبها وطريقه كلامها وعن هي كانت ملهمه جدا 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 ليا، فبدات اخد كل الكلام اللي هي بتقوله واعمل عنه سيرش وافهم انا محتاج اوصل للمرحله دي. بس فهي بصراحه اللي شجعتني جدا 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 يعني. طب يلا شجعي انت بقى باقي البنات واحكي لنا الكليه الدراسه فيها عامله ازاي، كام سنه، بتطيري كام ساعه، التدريب فين، احكي لنا بقى كل التفاصيل. انت بتبقى معاك 190 ساعه. ال 190 ساعه دول ينقسموا 36 ساعه سولو، والباقي بيبقى ساعات ديول او طيران آلي. بناخد 190 ساعه تخرجي من الكليه وانت معاكي 3 رخص. اول رخصه البرايفت بايلوت دي يعني بيختزها نظري، لازم قبل ما تطلع الطياره نظري وتنجح فيه، وبعد كده تبدا تطلع تطبق العملي بتاعك. وهكذا مع كل رخصه لازم تخلصها نظري وتطلع تطبق العملي بتاعها. اول شرطه دي تبقى اللي هو البرايفت بايلوت، بعد ما تخلصها بتاخد ثاني شرطه الاي ار، تخلصها بتاخد اخر شرطه الكوميرشال بايلوت، وكده تبقى انت خلصت. طيب على خير يا رب. وانتي خلصتي الثلاثه؟ الحمد لله. مبروك كابتن طيار ميرالا ماجد، تحقيق حلمك، ومبروك عليكي انك خدتي الثلاث رخص. تمام، مبروك عليكي. طبعا واحده من اكتر وسائل التعليم فعاليه هو التعليم باستخدام المجسمات، ودي الطريقه اللي وجدت ضيفتنا دلوقتي بيها انها بديل فعال جدا لشغل وقت الأطفال وإزاي تحببهم أكتر في التعليم. يعني زي ما كنا بنتكلم دايما في الكتابة وفي القصص الخاصة بالأطفال، إنه الصور حتى ورسومات إزاي بتجذب الأطفال، فأعتقد إنه المجسمات ليها تأثير أكبر كمان يا منى في جذب الأطفال للقراءة وللدراسة بشكل عام. أعتقد كمان فكرة المجسمات بتبقى بتساعد الطفل إنه يتخيل، بتساعد الطفل إنه هو لو عنده حاجة لها علاقة بالدراسة هو شايفها، وشايفها كمان مجسمة بأبعاد وأشكال ممكن تقرب الفكرة لذهنه جدا. حتى كمان لو إحنا فهمنا إن المجسم ده معمول بسكيل أو معمول بطريقة معينة، إنه ممكن تكون النسبة من كذا كذا، فيقدر يتخيل حتى حجم المجسم ده في الحقيقة ممكن يكون شكله إزاي. أنا مش عارفة تفاصيل كتير عن المجسمات، لكن ضيفتنا النهاردة معانا في استوديو أمنية القاضي عاملة يعني مبادرة كاملة عن المجسمات، هي اللي هتتكلم وهي اللي هتحكي لنا كل التفاصيل. يا أمنية أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. صباح الخير عليك. صباح الفل. طيب أمنية احكي لنا كده، فكرة المجسمات جات لك منين الفكرة؟ اشتغلتي عليها إزاي؟ أنت درستيها ولا أنت هاوية شغل بالإيدين وحرف يدوية؟ قولي لي. والله هو في الحقيقه انا طول حياتي يعني بحلم ادخل كليه فنيه او يعني اخش في المجال ده هوايه يعني، بس ما حالفنيش الحظ ودخلت كليه حقوق وكده وتخرجت منها. حاولت اشتغل بيها لقيتني لا مش هو ده اللي انا بحبه، فتجوزت بقى وخلفت، وبعد ما خلفت وابني دخل الحضانه ابتديت تجيلي فكره ان انا اعمل له حاجات هاند ميد بايدي بالفوم وبالالوان وحاجات زي كده، فلقيت ان هو بيستقبل المعلومه بشكل ابسط وبيبقى مبسوط وهو بيتعلم، غير ان انا بديله ورقه وقلم واقول له اكتب الف وب والحاجات دي. فكل ما ابتدى يكبر ابتديت ان انا اطور الاكتيفيتيز اللي انا بعملها. بعد كده لما كبر شويه بدات اعمل بقى الحاجات مجسمه، بقيت احس ان هو ما عندوش ملل زي الصور اللي احنا عارضينها دي.
بالظبط حاجات زي كده، دي بقى على المستوى الكبير شويه يعني برايمري 4 و5 والحاجات دي كل ما بيكبر بعمله. وبعد كده لقيت الناس يعني عاجبها جدا الانشطه دي، ويعني ابدوا اعجابهم قوي، فابتديت بقى اخد الموضوع وقلت طب انا ليه ما اعملوش مشروع يعني او كده. فبدات ان انا اطور بقى، عملت صفحه وابتديت احط عليها مجسمات وانشطه وحاجات كده. الناس بتنبهر بصراحه بالحاجات الحمد لله. يعني انا بلاقي سعادتي في ان انبهار حد بالحاجه اللي انا بعملها، هي دي سعادتي. يعني الموضوع مش موضوع مثلا مادي او ان انا اعتمادي عليه كماديا كمشروع، لان هو مش مربح قوي ولا حاجه. بس انا ببقى مبسوطه بسعاده الطفل وبسعاده بتاثير اللي بتعمليه كمان. طيب بالزبط. وانت بتتكلمي دلوقتي وشرحتي صوره من الصور، قلتي لا دي بتاعت فئه عمريه اكبر شويه. هل انت دارسه مثلا تحديد الفئات العمريه، زي تخاطبي كل فئه عمريه بطبيعه المجسمات اللي تناسب هذه الفئه، ولا انت بتعملي شغلك مثلا وبتنزليه على منصه معينه من المنصات وعلى حسب بقى كل مختص، مثلا حد مسؤول عن مرحله تعليميه معينه بيتواصل معاكي عشان عايز حاجه خاصه بالمرحله الابتدائيه فهو اللي بيحددها وكده؟ لا، هو انا مثلا بلاقي حد بيكلمني من مرحله برايمري يعني ابتدائي او كده، عايز درس معين في ماده معينه، فانا بنفذ يعني بنفذ حسب الرغبه. زي ايه مثلا ضربنا مثال كده. يعني لو في عمرية صغيرة مثلا الحروف، الألوان، الأشكال الهندسية، الحاجات دي بتتعمل لوحات أو حاجات بسكوتش بقى، الطالب يقعد يعمل سكوتش ويشيل الحاجات دي، الحروف مثلا الإنجليش بالمدلول بتاعها. فدوت بالنسبة للفئة العمرية الصغيرة. تمام. لما بنكبر شوية بنخش مرحلة بقى رابعة ابتدائي وخمسة وستة والحاجات دي، بيبقى فيه بقى مجسمات ساينس او مجسمات دراسات او الحاجات دي بتبقى على مستوى اكبر شويه، يعني مثلا دوره حياه الميه مثلا او مصادر الميه او الحاجات دي بتتعمل بشكل مجسم بتوصل المعلومه. يعني الطفل دلوقتي لو شاف المجسم قدامه الشمس والبحيره والجبل والشلال عمره ما هينسى مصادر الميه جايه منين. طبعا. فهي بتكون بتيسر على الطالب وبتيسر على المدرس، وهو بيشرح المعلومه هو بيوري الطفل مثلا السحابه بتنزل مطر فاحنا بيجي لنا الميه من خلاله، البحر كذا، الابخره، كل الحاجات دي بتوصل المعلومه بشكل لذيذ، الطفل ما بيكونش عنده ملل وهو بيستقبل المعلومه. بس فانا يعني بحس ان انا مبسوطه او بحس ان انا مشاركه في توصيل المعلومه للطلاب، دي بتبقى حاجه بسطاني قوي. طيب فكرة ان كل مجسم بيتعمل لفئة عمرية معينة وكل مجسم بيتعمل لحاجة دراسية معينة، المواد اللي انت بتستخدميها بتبقي مراعية ان هي لها علاقة باطفال صغيرين عندهم سنتين وثلاث سنين او اطفال عندهم تسع سنين عشر سنين، ولا المجسمات دي بتروح على حاجة علمية وخلاص ما هياش قابلة للعب بيها؟ يعني هو القابلة للعب دي بتبقى الفئة العمرية الصغيرة، بتبقى مثلا لوحات او قماش جوخ، حاجات مش مضره للطفل، وبتكون بسكوتش مثلا يقدر يشيل السكوتش ويلزقه مثلا كتب التفاعليه اللي هي بيحط مثلا العينين يعني مثلا رسمه صوره الطفل والعين والانف والفم والحاجات دي، بيبتدي الطفل يشيل السكوتش ويحطه، فبتوصله يعني بتوصله المعلومه بشكل سريع. طب اما الفئه العمريه الاكبر بيبقى مجسم لا ثابت، مفيش فيه اي يعني مفيش فيه اي حاجه تفاعليه، وبيكون بقى بخامات مجسمه زي الفل والكرتون والحاجات كتير بقى، ورق الكريشه، المصبيان، كل الحاجات دي بستخدمها في المجسمات الكبيره. فانا بخاطب كل فئه على حسب يعني على حسب اللي هي عايزاه او اللي هي محتاجاه. طيب ممكن يكون حد دلوقتي بيسمعنا مثلا ام عايزه تعمل لاولادها، يعني سمعت منك وانت بتقولي تاثير هذه المجسمات على تعليم الاطفال وتركيزهم قوي، فعايز تعمل مجسمات، هل لازم تنزل تشتري حاجات من تحت ولا ممكن تستخدم الورقيات اللي موجوده في البيت تلون حاجات وتعمل هي تصنع هي المجسم نفسه بدل ما تنزل تشتري بقى الورق المقوى والحاجات اللي ممكن تشتريها من اي مكتبه؟ ما هي لو حابه الموضوع، هو الموضوع يعني انا بشوف ان هو هي فني لسه بحت. يعني هو فني بحت، يعني مش اي حد هيعمله. لو هي عندها قابليه فنيه او هي بتعرف ترسم، لان حاجات كتير بتحتاج رسم بالايد، مش مجرد ان انا مثلا يعني انا مثلا مش عارفه اعلم حد يعني مش عارفه اقول لحد اعمل زي دي، لا هي بتجيلي كده الهام ان انا بنفذ الحاجه دي وانا قاعده مع نفسي. فلو ام مثلا هتبتدي تنزل تعمل لاولادها والكلام ده وبتسالني، انا بقول لها ايه الخامات اللي تقدر تجيبها، ممكن تعمل ايه،
يعني في اساسيات، في مثلا الفوم، الورق الكانسون، النصبيان اللي هو الكرتون الناشف ده، مسدس الشمع، دي الحاجات اللي تقدر الام يعني ممكن تعمل ايه لوحه لابنها او حاجه تفاعليه في البيت للطفل. اما بقى المجسمات الاكبر من كده لا، بتحتاج بقى مجهود، لان هي بتتعبني انا شخصيا جدا، وممكن اقعد مثلا اسبوع شغاله في مجسم واحد. يعني انا كنت عامله مجسم لزلزال كان مقاسه متر، كان مقسوم يعني نصين كده، نص الشكل في الشارع ونص الشكل في البيوت. كانت البيوت مكسره بقى وحاجات زي كده. فالمجسم ده خد مني يعني فوق مثلا بتاع 30 40 ساعه انا شغاله فيه. ولازم في صوره قدامك، يعني في صوره حتى مش لازم تكون قدامك، رسماها انت في خيالك في مثلا. عشان هي انا بقول لحضرتك يعني انا ما اقدرش اقول ان انا هعمل كذا، لا انا بحط الحاجه قدامي بلاقي نفسي كسرت البيت بالشكل ده، قلبت العربيه بالشكل ده. يعني انا برضو بعت صور لبعض بنعرضها دلوقتي الصور الحاجات ده مجسم لبيت منزل يعني. احنا شايفين ده مصادر. طيب ده معمول بقى 3D ولا معمول بالالوان؟ ده الزلزال اللي انا بقول لحضرتك عليه. لا كلها حاجات 3D، كلها حاجات بالفل، والفل بيكون منحوت، ودي لوحات مجسمه. طيب احنا بنستخدم دايما في المجسمات انهي لغه؟ يعني انت بتقدمي المجسمات بتاعتك باي لغه المطلوب منك، ولا عندك وجهه نظر انك عايزه تنشري لغات، عايزه تساعدي على تعلم العربي؟ يعني ايه وجهه نظرك؟ لا هو على حسب الطالب ما بيكون عاوز ايه. يعني لو مثلا عايز حاجه بالانجلش او هو بيدرس لغات مثلا، فخلاص هو المجسم بيكون انجلش. لو عربي بيكون عربي، في بيطلبوا فرنساوي مثلا بعمله فرنساوي، على حسب يعني اللي الطالب محتاجه. بس طيب المراكز الخاصة بالأنشطة الحركية للأطفال، وفي أطفال بتبقى حركية أكتر، وفي أطفال احنا يعني عرفنا بقى لما بيجي نعلم الولاد إن في أطفال بتعتمد على الذاكرة البصرية أكتر، في أطفال بتعتمد على الذاكرة السمعية. الأطفال البصرية دي الألوان بتخطف عينيهم أكتر. بالظبط. المفروض هم يشاركوا في صناعة المجسمات بإيديهم عشان المعلومة تثبت، ولا هم بيشوفوا الحاجة فبتبهرهم ويحفظوها؟ هي أوريدي بتبقى الحاجة تفاعلية. يعني أوريدي الطفل يعني بيشترك بحواسه في ان هو بيجرب اللوحه دي معموله ازاي، بيجرب مثلا ادوات الدكتور، مثلا ادوات الطبيب دي، فببقى شايله انا الحقنه والسرنج ومثلا والقطن وكل الحاجات دي والادويه. فهو لما بيشوف صوره الدكتوره بيبقى عايز يشوف ايه الحاجات اللي هي بتستعملها الدكتوره دي، فبياخد بقى الحاجات ويقعد يلزقها مثلا، فخلاص هو كده ثبت في دماغه ايه هي الحاجات اللي الدكتور دي بتستعملها. كذلك الحروف مثلا العربي، مثلا الف ارنب، هو بياخد الارنب وبيحطه جنب صوره الالف، فهو اوريدي بيتفاعل. ده على المستوى الصغير. يعني المستوى الاكبر انت لو شفتي قدامك المجسم مثلا اي حاجه، البيئه الزراعيه، خلاص هو شاف ايه هي الحاجات اللي في البيئه الزراعيه، مش هتروح من باله لما هيجي في الامتحان، لا هو حافظها وفهمها كانه عايشها، كانه عايش، كانه راح المكان ده. بيئه صحراويه، بيئه ساحليه، هيتكلم عنها بالصوره اللي في مخيلته، فده بينمي يعني بينمي الابداع او صورته، الصوره الابداعيه في دماغه. صحيح. طيب انت عملتي مجسمات بغرض تعليمي، هل فكرتي تعملي مجسمات بغرض ترفيهي؟ يعني احنا دايما بنقعد نشتكي ان الاولاد ماسكين الموبايلات، طيب هل ممكن نعمل مجسمات مثلا فيها قصص يتعلموا منها قيم، يتعلموا منها مبادئ، لكن بعيدا عن الشق التعليمي؟ لا، هي حتى في الحاجات الترفيهيه هي بتبقى الحاجات الصغيره. يعني مثلا ممكن هنكون مثلا جسم انسان بالاشكال الهندسيه، هناخد الدايره نحطها فوق، وهناخد المستطيل مثلا نحطه تحت، وهناخد وهكذا. فهي بتبقى يعني ترفيهيه، وفي نفس الوقت هي الطفل يعني بتعتبر بالنسبه له لعبه. وبتبقى حاجه مفيده بقى، ما بتخليهوش ان هو يعني بيخرج من مود الموبايل والشاشات والحاجات دي شويه. بس طيب بما انك مهتمه بالاطفال ومهتمه يعني من شغلك مع ابنك ابتديتي الفكره بتاعت البروجكت بتاعتك، فكرتي في ان انت تعملي ورش عمل للاطفال، انهم يبقى معاكي ثلاث اطفال اربع اطفال وتبتدوا انتوا بتعملوا ورش لمده عدد ساعات بقى معين لصناعه المجسمات، ويبقى مشروع التخرج ان كل واحد فيهم يعمل مجسم ويتخرج؟ والله انا نفسي اعمل الخطوه دي، بس لسه يعني انا علشان انا ام لثلاث اطفال، ف حاسه ان الوقت عندي مش كفايه ان انا اعمل كده، بس ممكن على يعني قدام شويه اعمل ورش او اعمل كده، اللي هو
اخلي الطفل بنفسه يتعلم ان هو يبدع، يتعلم ان هو يطور فكره، يكون حاجه في دماغه وينفذها فعليا بايده بمساعدتي بقى يعني. تبتدي باولادك بقى، عندك 3 اولاد ما شاء الله. ايوه. حد منهم بدا يساعدك ولا لسه؟ عندي ابني الوسطاني ده ميوله فنيه شويه. طب يعني كويس. لو لقاني ماسكه الوان فوم بتاع يجي انا عايزه اقص معاكي، انا عايزه الزق معاكي، انا لو انا مثلا بعمل حاجه وخلصتها يقعد هو يلزق ويركب. مفيش بس هتبوظ؟ لا مفيش كلام. لا بسيبه بصراحه. ابوظ ابوظ مش مشكله، ما هو دلوقتي هيبوظ بعد كده هيتعلم، بعد كده هيساعدك، بعد كده هياخد نفس الطريق. ايوه بالظبط. طيب فكره التعامل بقى مع المجسم في بعد كده لما بيتسلم مثلا او لما بيبقى موجود في هيئه تعليميه او ايا كان، احنا عاملين حسابنا المجسم بيقعد معانا قد ايه؟ يعني له عمر افتراضي ولا المجهود اللي انت بتقعدي قلتي لي قعدتي 40 ساعه؟ يعني اسبوع تقريبا كنت ليل ونهار انا شغاله في يعني. في حاجات مثلا تقدري تعمليها تحافظي على سبراي شفاف مثلا، كوت بديله بلاستيك، طبقه ورنيش مائي يعني الالوان بديها طبقه ورنيش مائي بيدي لمعه وبيدي في نفس الوقت بيحافظ على عمر المجسم. وبعدين لما المدرس بيشوف المجسم، يعني الميس بتاعت ابني قالت لي ما شاء الله المجسم بينطق يعني مميز واتحط بقى في معرض المدرسه، فهو بيقعد سنين يعني. ابني في رابعه وخمسه وطالع سته اهو، المجسمات اللي انا عاملاها من السنين اللي فاتت هي محطوطه في اللاب بتاع المدرسه، يتعلم منها الاجيال اللي بعدها وكده. بالظبط. وموجوده يعني كقطعه ديكوريه، لو مثلا عملت عن الاهرامات وحاجات كده برضو بتبقى حاجه ديكوريه. خرايط بتبقى متعلقه مثلا في الغرفه بتاعت الدراسات، بتقعد سنين الحاجات دي. ايه الاصعب بالنسبه لك؟ اصعب مجسم عملتيه، هل الحاجات العلميه؟ الحاجات العلميه اللي هي الحاجات اللي على مستوى كبير شوية. يعني عملت القلب البشري وبيتفتح والشرايين بيمشي فيها الدم اللي هو الأزرق والأحمر ده بالسرنجات، فده كان بصراحة صعب جدا. يعني هو صغير كده ومش باين قوي بس تفاصيله دقيقة جدا جدا جدا. وبرضو عملت الرئة اللي هي بندوس على السرنجة، الرئة بتعمل شهيق بحركة كده معينة، برضو بتتعمل بالإيد، فبرضو دي تعبتني لأني كانت حاجة جديدة عليا و يعني مختلفة برضه. مفيش شك طبعا ان ناس كتير قوي. مفيش شك ان لها تأثير كبير جدا استخدام المجسمات بشكل عام في العملية التعليمية، سواء على المراحل المختلفة، المراحل العمرية المختلفة، سواء كانوا الأطفال أو الكبار. احنا طبعا بنشكرك شكرا جزيلا أمنية القاضي فنانة مجسمات، بنشكرك. شكرا. مشاهدينا الساعة دلوقتي 9 بتوقيت القاهرة، معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا. تفضلي يا دينا. شكرا لك. من 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي مع وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية ناميبيا بيام موشيلينجا، وذلك خلال زيارته إلى طوكيو للمشاركة في أعمال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا التيكاد. وأكد عبد العاطي أهمية تعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية ودفع جهود التكامل والاندماج القاري لتحقيق مصالح الدول الإفريقية وتنفيذ أولويات العمل الإفريقي المشترك. من جانبه أشاد وزير العلاقات الدولية والتعاون لناميبيا بالدور الريادي الكبير الذي تقوم به مصر على الساحتين الإفريقية والدولية، معربا عن اهتمام بلاده بالتعاون الفني وتبادل الخبرات مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر. أعلن حزب الله اللبناني الانتهاء من المرحلة الأولى من رده على اغتيال القيادي الكبير بالحزب فؤاد شكر في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت الماضي. وأعلن الحزب أنه في قصف 11 موقعا عسكريا إسرائيليا، حيث تم إطلاق أكثر من 320 صاروخ كاتيوشا بالإضافة إلى مسيرات على شمال إسرائيل. هذا وقد دوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسمع عدوي انفجارات حول عدة مناطق، حيث أسقطت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية القبة الحديدية صواريخ قادمة من جنوب لبنان، في حين أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنها في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء البلاد. وفي غضون ذلك نقل إعلام إسرائيلي عن وزير الدفاع قوله إنه
تم الإعلان عن وضع خاص في الجبهة الداخلية لمدة 48 ساعة. كما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن اجتماع للمجلس الوزاري المصغر صباح اليوم بعد التصعيد على الجبهة مع جنوب لبنان. استشهدت رضيعة فلسطينية تبلغ من العمر 8 أشهر ووالدتها، وأصيب آخرون جراء قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة كشف عن دمار واسع في المباني السكنية والممتلكات. وتركز الدمار الكبير في منطقة مدينة حمد السكنية، حيث دمرت طائرات الاحتلال عشرات الشقق السكنية وسوت أبراجا بالأرض وفقا لشهود عيان. قالت منظمة الصحة العالمية إن آلاف الأطفال في غزة يعانون من خطر سوء التغذية الحاد بعد الكشف عن إصابة نحو 15,000 طفل بسوء التغذية. وأوضحت المنظمة في بيان أن من بين هؤلاء الأطفال 3,288 طفلا مصابا بسوء التغذية الحاد، وذلك بعد فحص نحو 240,000 طفل في القطاع منذ بداية العام الحالي، مشيرة إلى أنها تدعم 4 مرافق تعمل في مجال علاج سوء التغذية، ومنها مركز في مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لهية شمال القطاع. نظمت الجالية الفلسطينية في ولاية بريمن الألمانية مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار العدوان ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان وأوروبيين. ورفع المشاركون في المسيرة صورا لمشاهد قتل الأطفال في قطاع غزة والعلم الفلسطيني واللافتات التي تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على رجل يشتبه في محاولة إشعال النار في كنيس يهودي في مدينة لاجراند موت بجنوب البلاد. ومن جهته قال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال إن نحو 200 شرطي شاركوا في تعقب المشتبه به، مضيفا أن المهاجم أشعل النار في عدة أبواب الكنيس وعدة سيارات قريبة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصف الحادث بأنه هجوم إرهابي، وتم تكليف مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب بالتحقيق في الواقعة. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مصر بتواصل جهودها المكثفة علشان يحصل وقف الإطلاق للحرب في غزة ولإنهاء الأزمة الكبيرة المستمرة من شهر أكتوبر اللي فات ولغاية دلوقتي، خصوصا مع استمرار الجرائم الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين. طبعا دلوقتي احنا معانا في هذه الفقرة دكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، هيوضح لنا كتير من التفاصيل. المفاوضات واقفة فين دلوقتي؟ ايه السيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة للأزمة في غزة؟ وطبعا ما فيش شك الدور المصري. يا دكتور صباح الخير عليك يا فندم. اهلا صباح الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اين تقف المفاوضات في هذا التوقيت؟ يعني بتقف مثلما بدأت، يعني نحن نتحدث عن طرف مراوغ اللي هو الطرف الإسرائيلي، نتحدث عن رجل لا يريد بالفعل أن يعطي للفلسطينيين أي بارقة أمل لوقف إطلاق النار يعني. فبالتالي أنا أعتقد طبعا أننا في إطار ما يسمى بالباب الدوار، مثلما تبدأ المفاوضات يعني بتنتهي ثم تبدأ مرة أخرى. فبالتالي أنا أعتقد طبعا برغم الجهود المصرية والجهود القطرية التي تبذل في هذا الأمر، لكن أمام التعنت الإسرائيلي في ظل تلك الأوضاع، يعني نحن أمام يعني حديث إسرائيلي بيتحدث بأننا لن نوقف الحرب إلا بالقضاء على حماس، وهذا
بالطبع لن يحدث بصفة مطلقة. فبالتالي أنا أعتقد طبعا يعني أن المفاوضات التي جرت وتجرى وما زالت تجرى هي مفاوضات يعني تحتاج الكثير من الجهود، الجهود سواء كانت الجهود المصرية أو الجهود الأمريكية، ولا سيما أننا في ظل إدارة أمريكية تلملم أوراقها، فلا ليس من المنتظر يعني أن يعني يكون هناك يعني حل للأزمة الفلسطينية أو العدوان الإسرائيلي على فلسطين في ظل يعني هذه الإدارة. وبالتالي أنا أعتقد طبعا يعني أن الأمر سيحتاج وقتا طويلا يعني أكثر من ذلك. طيب دايما ميزان القوة هو اللي بيتحكم. نعم. ودايما إذا ما كانش في ردع ما فيش تنفيذ للقرارات. نعم. إيه اللي ممكن يجبر المفاوضات إنها تمشي في طريق اللي عايزينه العرب والمصريين، وإن الموضوع يبقى فيه تنفيذ للاتفاقات؟ يعني دعيني أقول لك أن الحل بيد الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية هي يعني هي التي تستطيع أن تمارس ضغطا على إسرائيل من خلال ما تقدمه من دعم لا محدود ومطلق، سواء على المستوى المادي أو على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي في ساحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. لكن على العرب بيديهم أوراق للضغط على الولايات المتحدة لا يفعلونها. فبالتالي يعني هناك ما هي الأوراق؟ هناك استثمارات ب 300 تريليون دولار في الولايات المتحدة. هذه الاستثمارات لا يمكن بالفعل يعني أن تبقى هكذا دون ثمن إلا من خلال ضغط على الولايات المتحدة يعني أو التهديد بسحب جزء من هذه الاستثمارات أو هذه الأموال المودعة في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك يعني لماذا لا يشكل لوبي عربي داخل الولايات المتحدة للضغط على غرار اللوبي اليهودي؟ يعني أنت تعلمين يعني ما قوة اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة. هو بيدعم في بعض الأحيان الانتخابات لبعض أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وبالطبع يعني أعضاء يعني بيدعم انتخابات رؤساء الولايات المتحدة سواء على المستوى المادي أو على المستوى التصويتي. طيب دكتور جمال، كيف تعاملت مصر سياسيا مع هذا الأمر من أكتوبر لحد دلوقتي؟ أنا بقول إن مصر طبعا بتعتبر هذه القضية هي قضيتها الأساسية، يعني هي قضية السياسة الخارجية الأساسية. إذا كنا نتحدث عن قضايا للسياسة الخارجية المصرية، أنا بعتبر إن هذه هي قضية أساسية، قضية يعني مصيرية، وأقول أنها قضية مصرية لأنها الخطر اقترب من الحدود المصرية، الحدود المصرية مع فلسطين، ولا سيما بعدما كان هناك مخطط لتهجير أهالي غزة إلى سيناء وأحبطت مصر هذا المخطط. وبالتالي أيضا يعني مصر دعت لأكثر من مؤتمر لدعم غزة أو لحل أو لإيجاد طريقة لوقف إطلاق النار، لكن هذا أيضا يعني لم يستطع أن يثني إسرائيل عما هي معزمة عليه. من خلال يعني أنا بقول إن مصر هي الدولة العربية أو الدولة الإسلامية هي الأكثر اهتماما بهذه القضية، وهي الأكثر هي الدولة التي تقدم الدعم، هي الأكثر الدولة يعني معنية بمسألة المفاوضات، سواء كانت المفاوضات المباشرة أو المفاوضات غير المباشرة. مصر دائما بتتحدث باسم فلسطين. صحيح. يعني مصر ليس الأمر كمان يا دكتور، يعني وإن كان طبعا حماية الأمن القومي المصري شيء مهم جدا، لكن مصر لها دوافع عديدة في دعم القضية الفلسطينية. مصر هي بتتحدث باسم فلسطين وليست يعني ليست وسيطا، مصر هي شريك فيما يعني. إذا كانت الولايات المتحدة هي تتحدث باسم إسرائيل، فمصر هي بتتحدث باسم فلسطين في خلال جولات المفاوضات التي جرت وما زالت يعني بتجري في الوقت الحالي. 325 يوم أو ما يقارب من 325 يوم من الحرب والقصف المستمر على غزة، إيه اللي ممكن يجبر إسرائيل على التوقف الآن؟ إحنا نتكلم على قرابة 11 شهر حتى يومنا هذا، يعني بعد شهر يبقى سنة.
اللي يجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار هو يعني شيئين، أن صمود المقاومة وأن تكيل المقاومة مزيد من الضربات إلى الجنود العدو أو الجنود الإسرائيليين، أو الضغط الأمريكي يعني، أو يعني إذا أرادت الولايات المتحدة أن توقف الحرب غدا فسوف توقفها. لكن نحن أمام إدارة ضعيفة، إدارة مترددة، إدارة بتفتح خزائن الأموال وخزائن وترسانات أسلحتها لبنيامين نتنياهو، وبتدعي من حين إلى آخر بأنها بتمارس ضغطا على إسرائيل. بنجد وزير الخارجية أنتوني بلينكين يعني بيتردد على المنطقة أكثر من 9 أو 10 مرات دون أي جدوى في أمام التعنت الإسرائيلي وأمام يعني المراوغة الإسرائيلية. الهدف إيه؟ تضيع الوقت زيادة إلى أن تلملم أوراقها هذه هي الإدارة؟ هو إسرائيل بتعتبر هذه المفاوضات نوع من المضيعة إلى الوقت، مضيعة للوقت، لأنها يعني في ظل هذه الإدارة يعني لن تستطيع أن تحصل أكثر مما حصلت عليه، فبالتالي هي بتريد أن يكون هناك إدارة جديدة. هذه الإدارة الجديدة تستطيع أن تبتز هذه الإدارة الجديدة وتحصل على مزيد أكثر مما حصلت عليه في ظل إدارة جو بايدن. طب البعض يا دكتور وحضرتك بتقول أن الحكومة الحالية الأمريكية بتلملم أوراقها، فمن الصعب اتخاذ قرار في هذا التوقيت. نعم. لكن في بعض الناس بيقولوا أن ده مهم جدا للحزب وسيدعم كمال هارس لو قدرت الولايات المتحدة الأمريكية أن هي في هذا التوقيت والحكومة الحالية تضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل وقف إطلاق النار. هل ده وارد؟ لا، هتخسر أصوات اليهود، هتخسر أصوات اليهود. لكن الولايات يدعم الحزب؟ لا، أنا أعتقد بالطبع يعني ليس هناك، الكل بيزايد على أصوات اليهود، الكل بيزايد على كسب ود إسرائيلي. هم بيعتبروا إسرائيل الولاية 51، فبالتالي أنا أعتقد طبعا هذا ليس واردا أن تكون هناك ضغطا من الإدارة الحالية لوقف إطلاق النار. يعني أنا أعتقد طبعا يعني زيارات أنتوني بلينكين إلى المنطقة يعني المتعددة هي نوع من إشغال العرب بأن هناك شيئا ما سيحدث، لكن يعني أنا بعتبرها يعني لم يحدث شيء من خلال هذه الزيارات. بالعكس يعني أنا بعتبر كل ما بيجي للمنطقة بتزداد جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. آخر مرة جه للمنطقة بيتحدث عن ما أسماه بمقترح أمريكي جديد، وكأن المقترح خطة بايدن التي يعني وضعها في 31 مايو الشهر الماضي، وكأن هذه الخطة ذهبت إلى أسداء الرياح. وبالتالي يعني برغم أن بايدن حصن هذه الخطة في مجلس الأمن بالقرار 27-35، ثم بعد ذلك لم يحدث شيء، قبلت حماس ورفضتها إسرائيل، ومع ذلك بيأتي أنتوني بلينكين بخطة جديدة، بيتحدث بخطة جديدة ومقترحات جديدة فيما أسماه بسد الفجوات. ما هي سد الفجوات؟ لا نعلم عنها شيء. الهدف من وجود مصطلحات جديدة، والهدف من وجود مثل مثلا سد الفجوات ده هيدخلنا بقى في قصص جديدة، وهيدخلنا في دايرة يعني لف كده، نبتدي نشوف ماذا يقصدون، ونبتدي نتفاوض من جديد وتضيع وقت جديد، وكل ده إطلاق النار مستمر. هو عايز يشغلك بمصطلحات جديدة، وعايز يشغلك بخطط ومقترحات جديدة، برغم أن هناك خطة جاهزة وافقت عليها حماس، وهذه الخطة وأعلنت أنها على استعداد لتنفيذ، وهذه الخطة يعني وافق عليها في مجلس الأمن، وهي خطة أمريكية. فبالتالي لماذا هذا اللف والدوران الذي تتبعه الولايات المتحدة وتتبعه إسرائيل؟ إلا إذا كان إن لم يكن هذا هو تضييع للوقت، هو شغل العرب بمزيد من يعني أشبه بسياسة الباب الدوار، فبالتالي يعني هذا الأمر لن يفضي إلى شيء. لكن على الجانب الآخر لابد من استمرار المفاوضات، لابد من استمرار جهود الوساطة الموجودة حاليا من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. عسى أن يكون هناك بارقة أمل، لكن أنا أعتقد طبعا يعني إيه اللي ممكن يحدث يا فندم فيقلب الأمور؟
فيحصل حاجة بالفعل نصل إلى هدنة في النهاية، إيه ممكن يحصل؟ يعني الأمل معقود على المقاومة الفلسطينية، يعني هذا هو الخيار الوحيد، يعني أن يكون هناك يعني مزيد من الضغط الفلسطيني على الكيان الإسرائيلي. دون ذلك أنا أعتقد طبعا أن هناك ليس هناك بارقة أمل. البعض يعول يعني، وهذا بالطبع يعني البعض كان يعول على الرد الإيراني على مقتل أني، هذا طبعا هذا الرد لن يأتي، وإن أتى سوف يكون ردا باهتا ضعيفا. البعض كان يعول على رد الحزب الله على مقتل فؤاد شكر، ايضا هذا الرد يعني بانت الايام انه لن يكون هناك ردا يعني يكسف، هو مجرد رشقات صاروخيه على غرار ما كان يحدث. ايران يعني لا تريد ان تدخل في حرب مع اسرائيل، فبالتالي لن يكون هناك يعني شيء دراماتيكي يقلب الميزان لتجعل اسرائيل بتنصاع الى القانون. على كل حال نتمنى الخير والسلامة والأمان للأشقاء في غزة، ونتمنى وقف سريع وفوري لإطلاق النار وتنفيذ الرؤية المصرية اللي بتطالب منذ يعني كتير جدا بوضع حل سريع للأشقاء في فلسطين. كل الشكر للدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية، نورتنا وشرفتنا. شكرا شكرا جزيلا يا فندم. أهلا بحضرتك. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. اهلا بحضراتكم، خلونا سريعا نروح لمدينه العلمين الجديده ونعرف ابرز الفعاليات والانشطه الموجوده النهارده في مهرجان العلمين مع زميلنا محمود جميل. صباح الخير عليك يا محمود. صباح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. ما زلنا بنتابع معاكم كل الفعاليات المستمره في مهرجان العلمين الجديده، ويمكن احنا في اخر اسبوع، لكن الحقيقه الاسبوع فيه عدد كبير من الفعاليات المتنوعه والمختلفه اللي بتستقطب اكبر عدد طبعا من زائري ورواد مهرجان العلمين الجديده. ويمكن لازلنا في الفعاليات الرياضيه والتنوع الكبير اللي موجود في الفعاليات الرياضيه نفسها، ويمكن امبارح كنا مع نهائي بطولة السيارات الخاصة بالموتور ويك اللي بدأت يوم 16 أغسطس وانتهت امبارح بالسباقات النهائية. والحقيقة الموتور ويك كان السنة دي نسخة قوية جدا، مشاركة كبيرة جدا من كل المتسابقين، مش من مصر بس ولكن كمان من دول عربية أخرى. كنا بنشوف تونس، كنا بنشوف الأردن، مشاركة من سوريا، فالحقيقة كل المشاركين حتى من الدول العربية كانوا مبسوطين بفكرة تواجدهم في مدينة العلمين الجديدة، وأنهم مش أول مرة يشاركوا في الموتور ويك، لكن دايما بيشاركوا هنا في مدينة العلمين الجديدة. وموتور ويك للسنة الثانية على التوالي في مهرجان العلمين الجديدة يكون موجود، وده من حرص إدارة المهرجان على التنوع المختلف الخاص بسباق السيارات، وإن يكون كل عشاق السيارات موجودين في الفعاليات الرياضية. كمان امبارح كان في بعض الفعاليات الرياضية الخاصة بكرة السلة 3 قدام 3 في ملعب كرة السلة في المنطقة الترفيهية، بالإضافة لدوري حريفة المدارس اللي كان موجود في الملعب الخماسي لكرة القدم. والحقيقة يمكن من بداية المهرجان والحد النهاردة احنا عندنا تنوع كبير جدا واستعدادات كبيرة جدا في المنطقة الترفيهية فيما يخص بالفعاليات الرياضية. شفنا الفولي بول، شفنا البادل، كان عندنا بطولة بادل كبيرة جدا موجودة طبعا بمشاركة عدد كبير من الأندية واللاعبين المصريين في الملعب الخاص بكرة البادل، بالإضافة طبعا للفولي بول والرياضات المختلفة اللي موجودة. ويمكن كمان الدليل على ان مدينة العلمين اصبحت وجهة رياضية مهمة ان احنا امبارح كانت الانطلاقة لبطولة الجودو وهتستكمل لحد نهاية مهرجان العلمين الجديدة. يمكن النهاردة طبعا هتستكمل بطولة الجودو، عندنا 10 دول مختلفة، 10 دول عربية مشاركة في بطولة الجودو باكتر من 500 لاعب ولاعبة موجودين من مختلف الاعمار، بنتكلم عن البراعم والناشئين والاطفال والشباب كلهم مشاركين في بطولة الجودو. يمكن كمان الحرص
على تواجد كل هذه الدول العربية هو التبادل الثقافي المختلف بين كل المشاركين. والحقيقة لسه عندنا كمان النهاردة هيتم عودة الفقرات الخاصة بوزارة الثقافة فيما يتعلق بالفرق الطنورة، فرق الفنون الشعبية اللي الحقيقة بدأت بتخلق جو من البهجة والجمال والإقبال كمان من الأسر والعائلات والأطفال على المنطقة الترفيهية. خلينا أقول لكم كمان أن التطور اللي موجود في النسخة الثانية خاص بالمنطقة الترفيهية اللي تم تجهيزها في وقت قياسي جدا وبدأت بتستقبل عدد كبير من الأنشطة، يعني على من بداية المهرجان والحد دلوقتي احنا شفنا مهرجان نبتة، شفنا الألعاب الرياضية أو الفعاليات الرياضية، شفنا بعض الأجنحة المختلفة لبعض المؤسسات، يعني جناح الأكاديمية الوطنية للتدريب، شفنا بعض الأجنحة الخاصة بوزارة الثقافة والمكتبات المتنقلة، بالإضافة كمان لوجود الأتوبيسات اللي بتعمل على نقل المواطنين داخل مدينة العالمين الجديدة. فالحقيقة كل الخدمات كانت موجودة ومتوفرة للتسهيل على المواطنين في حضور فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. لازال أيضا المدينة التراثية والمسرح الروماني سيستقبل عدد من الحفلات وأيضا كورال الخاص بالجامعات هيكون خلال هذا الأسبوع، هيكون في تفاعل كبير وتناغم كبير جدا بين طلبة الجامعات فيما يتعلق بالكورال اللي بيكون موجود. والحقيقة احنا شفنا الكورال وشفنا مشاركة الجامعات في أكتر من فعالية مختلفة موجودة في مدينة العالمين الجديدة. ويمكن حقيقة السمة البارزة في النسخة الثانية من المهرجان انه على مدار اليوم بيكون في فعاليات مختلفة وعلى مدار الأسبوع كمان فعاليات في أكتر من مكان. يعني خلينا أقول لكم المكان اللي أنا موجود فيه وهو كورنيش العالمين والبحيرات الصناعية الموجودة، يمكن دي من أهم المناطق الترفيهية اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة، بالإضافة طبعا إلى الممشى السياحي اللي بيشهد عدد كبير من إقبال الزائرين ويمكن إحنا كنا شايفين ده امبارح، بالإضافة طبعا للنورث سكوير والمنطقة الترفيهية وعدد كبير جدا من المناطق اللي تم تجهيزها في مدينة العالمين علشان تستقبل كل الفعاليات المختلفة. يمكن النهاردة هنكون متابعين إن شاء الله لبطولة الجودو حتى نهاية المهرجان، وهنتابعكم طبعا بكل التفاصيل الخاصة بكل الفعاليات المختلفة لمهرجان العالمين الجديدة. ومن مدينة السحر والجمال برجع لكم في الاستوديو مرة تانية جازلي ومنا. شكرا ليك زميلنا محمود جميل، يعني قلت لنا تفاصيل كتير ولسه مستنيين منك تفاصيل أكتر على مدار الأيام الجاية، شكرا جزيلا ليك. بشكل عام في ناس ما ببطلش تفكير، طول الوقت بتفكر، دماغها شغالة على طول، بالنهار وهي شغالة دماغها شغالة، قبل النوم دماغها برضو عمالة تفكر في الحاجات اللي حصلت طول اليوم. طب أنا ليه اتصرفت في ده كده؟ طب أنا كان ممكن أتصرف بشكل مختلف، ويفضل طول الوقت عمال يفكر ويلوم في نفسه، بيعتقد إن ده نوع من أنواع النجاح، يعني إن هم يقدروا يحققوا كل حاجة بسرعة، إن أنا أفكر في الحاجة قبل ما تحصل كمان. لكن في الحقيقة إن التفكير الكتير ده من الممكن إن يكون ليه أضرار على العقل وعلى الصحة بشكل عام، وكمان مفيش شك كمان إنه بيؤثر على العلاقات الأسرية. بص انا مش عارفه، اصل الاوفر ثينكينج مختلف عن التفكير الاستباقي، فكره انك تفكر يبقى عندك بلان وعندك سرعه بديهه وعندك تفكير استباقي انك حاطط خطه مستقبليه انا اعتقد ان دي حاجه لطيفه، لكن فكره انك تنهك نفسك بتقتل الاحداث دي ايوه بس برضو بتبقى عامله اجواء لكن فكرة انك تبقى طول الوقت في تفكير مستمر ده ممكن يأثر على حالتك النفسية، يعني ما بتبقاش عارف كده تتصرف. هل فعلا ممكن نفصل التفكير عن العقل قبل ما ننام؟ هل ده فعلا ممكن يأثر جدا على النوم؟ هل كتر التفكير ده يأثر على الأسرة بصفة عامة؟ هل ده متوارث؟ يعني لما نشوف اللي حوالينا طول الوقت بيفكروا ده ممكن يتنقل لأولادنا بشكل أو بآخر؟ أنا مش عارف، لكن ضفنا الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس وأمين عام الجمعية المصرية للطب النفسي هو اللي هيجاوب على الأسئلة دي. يا دكتور منورنا، أهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على السادة المشاهدين كلهم. يا أهلا بحضرتك دكتور. يعني مش عارفة إيه الأفكار أو إيه الأسباب اللي ممكن تخلي إنسان دماغه 24 ساعة ما بتفصلش؟ ده في ناس بتوصل بيها مرحلة إنها بتكمل تفكير وهي نايمة في الأحلام. ده حقيقة. أولا لازم نتفق إن التفكير هو أحد أهم وظائف مخنا. ربنا خلق مخنا عنده وظائف عديدة، من أهمها التفكير. حتى في مقولة شهيرة زمان، أنا أفكر أنا موجود. التفكير ده له وظائف جميلة جدا، بيحللنا المشاكل، بيدينا اختيارات في حياتنا، بنتعرف بيه على الناس، كل الحاجات دي. قلة التفكير أو زيادة التفكير عن المعدل الطبيعي ده يعتبر أحد الأعراض النفسية الشهيرة. زيادة في التفكير دي بنجدها في كثيرا من الإضطرابات النفسية، منها الناس القلوقة
الناس اللي عندها قلق، الناس اللي بتشيل هم كل حاجه، الناس اللي عندها اضطراب الوسوسه، اضطراب الوسواس القهري، الناس اللي هم عندهم حاجه اسمها اضطراب التشكك. هل في ناس بقى طبيعيه ممكن التفكير بتاعها يبقى مبالغ فيه او مفرط لدرجه ياثر على حياتها؟ بنجد في اوقات كثيره لو انا في ستريس معين، انا في ضغط معين او مشكله معينه بتؤرقني، طب انا طول الوقت بفكر فيها عشان احلها، ولكن اللفظ السحري هنا هو مؤقت وليس على طول وليس طوال اليوم وليس طوال حياتي. هل التفكير ده له اضرار سلبيه؟ التفكير الزائد عن الحد او التفكير المفرط الذي لا نهايه له ولا يصل الى استنتاج نهائي بيؤدي الى استهلاك الخلايا العصبيه. ففي النهايه باصبح كالبي بيسموها كايه؟ منهك لدرجه انني لا استطيع القيام بالوظائف الاخرى العقليه، يعني تفاعلي مع الاخرين بيقل، قدرتي على الكلام حتى بتقل، قدرتي على الاحساس بالاخر بتقل، لدرجه ان في بعض الناس ده ممكن يؤدي الى نوع من انواع الاكتئاب، لاني استهلكت جميع الطاقه اللي جوايا، فاصبحت غير قادر على الاحساس بالسعاده، غير قادر على الاحساس باللهفه، بالشغف، بالحاجات دي كلها. طب السؤال الاخر، هل بيؤثر على النوم؟ جدا جدا جدا. ناس كتيره وحكيت لسه حتى في الافتتاحيه قلتوها يا فندم انتوا الاثنين، لو انا قبل ما انام مخي شغال ما هو مش هيقدر يفصل عشان ينام. يعني بنقول كده التفكير الزائد او التفكير المفرط هو احد علامات ان المخ عنده تنبيه بزياده فشغال فمش قادر يفصل عشان يرتاح تاني. طيب دكتور، في بعض الناس بتتخيل رد فعل اللي قدامها قبل ما تتكلم، بتفكر فيه، هل ده صح ولا غلط؟ في حدود المعقول شيء جميل. حضرتك لسه كنت بتتكلم على حاجه ما يطلق عليها التفكير الاستباقي، ان انا بعمل سيناريو للاحداث. لا انا كنت بتكلم على التفكير الاستباقي. كنت بتكلم عن التفكير الاستباقي، ان انا بعمل سيناريو للاحداث وبتوقع ردود الافعال. ولكن بالمعقول لحظه خمس دقائق وفكرت وخلاص حضرت نفسي. لكن لو انا بقى، هي امتى يبدا الجزء المرضي او الجزء الغير طبيعي؟ لما ابتدي اقول ايه؟ طب لو ما عملش كده هيعمل ايه؟ طب لو، طب ما انا بحط السيناريوهات مثلا، سيناريوهات لرد الفعل عشان اكون جاهز. ده حقيقي لها حد معين. يعني مش معقول هخلق 2000 سيناريو. والناس اللي عندها افراط في التفكير، ودي حاجه بقى مختلفه عن الناس اللي هي اللي ما عندهاش افراط في التفكير، السيناريو بيتوقف. يعني لو عمل كذا هعمل كذا، لكن هو يقول ايه؟ لو عمل كذا وانا عملت كذا بقى، لو هو عمل اللي هي كده وسعت منك قوي. ما انا قصدي لو تفتح باب الشيطان فعلا. كلمه لو التي لا نهايه لها، وفي النهاية الإنسان لا يصل إلى حل ولا بيكون مستعد حتى لمقابلة الآخرين. أنا عايز أختلف، بالعكس، في بعض المواقف أعتقد أنه لو الناس في بينهم مشكلة، لو فكرنا في تفكير استباقي بشكل أو بآخر، أنا قلت حاجة وتخيلت رد فعله أو ردين أو ثلاثة أفعال وعملت سيناريوهات مستقبلية، قد أكون عندي قدرة على أني أملك أعصابي وأقلل حجم الضرر اللي ممكن يحصل من الموقف لو أنا اتفاجئت بيه. يعني في بعض الأحيان الناس بطاقة الغضب اللي بتبقى موجودة عندها هي اللي بتتحكم، لكن لو فكرت فيها بشكل أو بآخر قد تستطيع التحكم وتخرج بالموضوع بأقل خسائر ممكن. حضرتك قلتي الكلمة السحرية، بخلق 3-4 سيناريوهات، لكن مش 1000 أو 200 ألف سيناريو ولا توقف عن التفكير. هي المشكلة في إيه؟ أني فقدت قدرتي على التوقف، وكأنني فقدت التحكم في أفكاري، فأصبحت شغالة لوحدها ومسيطرة عليا طوال الوقت، لدرجة أن أنا ممكن أصحى بالأفكار وأنام بنفس الأفكار وما بوصلش في الآخر لحل. هو ده اللي احنا بنسميه أوفر ثينكينج، وهو عرض لكثير من الأمراض النفسية، بعضها شديد وبعضها طبعا طفيف. يعني طيب، هل التفكير ليه علاقة بالعصبية؟ التفكير الزائد عن الحد واستهلاك الخلايا العصبية بيجعلني في النهاية غير قادر على استيعاب الآخرين ولا تحملهم ولا التحكم في انفعالاتي، فأصبح بالتالي أكثر عصبية، أكثر غضبا، وأكثر عدوانية. طيب السوشيال ميديا دايما منتشر عليها بوست كده بتتكلم عن الأوفر ثينكينج والتفكير المبالغ فيه والتفكير اللا إرادي وعلاقة ده بالنوم. في ناس ممكن يكون عندها أرق لا وما بتحط، في ناس بتحط راسها على المخدة تنام، في ناس تدخل على المخدة وكأنها بتقرصها، يعني وكأنها بس مش بتكون بتفكر في حاجة، وفي ناس بتكون بتفكر في حاجات كتير جدا لدرجة انها ما تعرفش تنام. التقسيم ده المخ مسؤول عنه؟ ده أكيد. عندنا جهازنا العصبي في مراكز كثيرة، منها مراكز التحكم في النوم. يعني مش لازم أكون أوفر ثينكر أو بفكر زيادة عشان ما نمش، ممكن يكون عندي مشاكل أخرى ما بتنامنيش، ولكن الناس اللي عندهم تفكير مفرط أو زائد عندهم بالتأكيد مشكلة في النوم. لأن النوم معناها إيه؟ النوم دي الفترة اللي جهازنا العصبي بيستغلها عشان يرتاح. يرتاح معناها بيحاول يتوقف عن ما كان يفعله طوال اليوم عشان يسترجع الطاقة بتاعته ويعود نشيطا في اليوم الآخر. فلو هو فضل شغال طول الوقت
فانا كده حرمته من فتره الراحه. صحيح. هل الاحلام متعبه ولا مش متعبه؟ الاحلام هي محاوله للجهاز العصبي للتخلص من الفكر الزائد عن طريق اللي بيخرجه وانا نايم، ولكنها ما بتبقاش طول الليل، بتبقى في فترات محدده عشان برضو تدي فرصه للجهاز العصبي يرتاح. فاحنا نصيحتنا لو انا من الناس اللي لا استطيع التوقف عن التفكير او دائما مخي بيخلق سيناريوهات لا نهائيه بتستهلكني، انا يجب ان اتعلم بعض المهارات التي تساعدني على التحكم في افكاري والاسترخاء كي يبقى نومي كويس، قدرتي على التعامل مع الناس افضل، قدرتي حتى على التفكير الموجه افضل. زي ايه مثلا يا فندم؟ من اشهر حاجات الاسترخاء اي حد ممكن هي تمرينات التنفس العميق، ودي تمرينات بسيطه ما بتاخدش من الانسان اكتر من 5 دقائق. ازاي ياخد نفس من مناخيره بشويش ويحس بيه، وبعدين يكتمه ويعد في سره من 1 لـ5، وبعدين يخرجه من بقه خروج بسيط بدرجه خفيفه. ده لما بنعمله 10 مرات صباحا و10 مرات مساء يساعد جهازنا العصبي على الاسترخاء. الحاجه الثانيه بقى والمهمه جدا، حاجه يعني في غايه البساطه وناس كتير ما بتعملهاش لسبب لا نعلمه، شرب السوائل. كل ما كان الانسان جسمه مليان بالسوائل كل ما جهازه بقى اكثر قدره على التحكم في افكاره. الحاجه الثالثه ممارسه ما يطلق عليه الرياضه الخفيفه يوميا، المشي من 30 لـ45 دقيقة يوميا بيدي قدره للانسان افراز مواد كيماويه في المخ تساعده على الاسترخاء والتوقف عن التفكير الزائد. واخيرا وليس اخرا الروحانيات. كلما كان الانسان عنده ايمان داخلي ان المستقبل في ايد حد امين عليه، وان اللي بيحصل له ده له حكمه يمكن يكون هو دلوقتي مضايقاه بس مش عارفها، ده بيريحه جدا وبيجعله ايه؟ ما يقعدش على طول طول الوقت قلقان وبيفكر في المستقبل وما يحدث. طيب خليني اتقمص دور حد اوفر ثينكر او عنده تفكير. وهي تقريبا ما فيش خالص طالما هتتقمص دور حد كده تقريبا هي مريحه نفسها. صح والله بكسر افكر والله في الحاجات اللي موتره دي، احنا عارفين التوتر نتيجته ايه. وهو لو هيبتدي يعمل تدريبات النفس اعتقد انه واحد من الاسئله اللي هتبقى دايره في مخه واثناء العد زي ما حضرتك بتقول من 1 لـ5، ماذا لو النفس توقف؟ ماذا لو قعدت لغايه عد لغايه 10؟ ماذا لو صح. الاجابه المثاليه على الناس اللي بيفكروا كده هي التجربه، انك هو عملتها ونفسك ما توقفش. يعني دايما الناس اللي هي عندهم اسئله لا نهائيه واسئله افتراضيه بنقول لهم حطوا افكاركم جربوها، هتنفع ولا مش هتحصل ولا مش هتحصل؟ فانا خايف نفسي يتوقف، مش كده؟ لا ما هو ما توقفش، لان هو فعلا ما بيتوقفش يعني. الحاجه الثانيه مع التكرار هو بيبتدي كشخص بيحس بتاثير هذا التدريب، بيقدر يملك زمام امره يا دكتور. هي القصه كلها اعتقد قائمه في ان الواحد يقدر يملك زمام نفسه، وهو عشان يتحكم هو في جسمه مش يتحكم في نفسه 100% فهو بيعاني. فانا عشان اديله المهاره في التحكم لازم نعمل حاجه اسمها تجربه سلوكيه. التجربه السلوكيه ان احنا نضع نختبر افكارنا اللي بتخوفنا دي على ارض الواقع. هل فعلا لو كتمت نفسي ما بيرجعش؟ الله اعلم. انا حتى كطبيب انا عارف انه هيرجع يعني، بقول له الله اعلم، نجرب مع بعض وهجرب انا على نفسي قبليك. وبالطريقه دي هو مخه بيغير طريقه افكاره في حدود المقبول وفي حدود عدم الايذاء طبعا. مش هقول له ايش مثلا 40 ساعه بالظبط يا فندم بالظبط. طيب دكتور من واقع خبره حضرتك مين بيفكر اكتر، راجل ولا الست؟ حقيقه طبعا بالنسبه حقيقة طبعا اكيد بالنسبه في الأعم في الناس اللي هي لا تعاني من اضطرابات نفسية فالرجل بيستخدم الفص الأيسر أكتر من الفص الأيمن اللي هو الفص بتاع التفكير والمنطق وحل المشاكل. تمام. ولكن السيدات يستخدمن الفصين مع بعض، ودي ميزة في السيدات إنهم بيفكروا مع مشاعر في نفس الوقت، والفص الأيمن هو المسؤول عن المشاعر والكرياتيفيتي والموسيقى، فهم بيدمجوا الحاجتين مع بعض. ودي من حكمة ربنا لأن هم لازم كسيدة ستقوم بدور الأم أو الراعية بعد كده تبقى قادرة على خلط التفكير مع المشاعر عشان تشعر بآلام الآخرين. في الاضطرابات بقى النفسية فالسيدات أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالاضطرابات النفسية، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالتفكير الزائد. من الغلب يعني من المفروض يعني عندهم يعني هي لها أسباب كثيرة استباقية منها أسباب هرمونية وأسباب بيولوجية يعني غير الغلب يعني في أسباب أخرى أو ممكن يكون الغلب. طب دكتور لو جينا فكرنا في إن في أوقات بيزيد فيها التفكير اللا إرادي ده وبعد كده الشخص بعد ما تتحل المشكلة بشكل أو بآخر يرجع تاني شخص ماشي بالريت أو الريتم بتاعه بتاع طول حياته، ولا لو وصل لهذه المرحلة ما بيعرفش يرجع منها تاني؟ الشخص اللي احنا بنسميه الشخص الطبيعي أو الشخص العادي بيجيله فترات في حياته بيبقى عنده تفكير زائد. مين هنا ما تعرضش لضغوط معينة في شغله في حياته في أسرته وجعلته لفترة معينة عمال يفكر تفكير زائد حتى يجد حل للمشكلة دي أو المشكلة دي تروح، وبعديها بيعود إلى طبيعته مرة ثانية.
ولكن الشخص اللي عنده بقى قابليه للاصابه بالتفكير المفرط او الزائد هو اللي ما بيرجعش. ففي الاعم الناس كلها بترجع تاني تبقى عاديه خالص. لكن لو اديناهم المهارات اللي احنا اتكلمنا عليها في التحكم في التفكير والكلام ده، ده بيساعدهم على العوده سريعا. حاجه بنسميها كده ايه، ربنا خليها فينا، حاجه اسمها صلابه او مرونه الجهاز العصبي. لما بتحصل ستريس او مشكله بيمتصها ويتفاعل معاها ثم يعود الى طبيعته مره ثانيه. اذا لم يعود هو ده بقى الناس اللي بترجع ايه، بيبقى عندها اضطراب بقى فرط التفكير المستمر. على الجانب الاخر في ناس ما بتفكرش خالص فعلا. العكس، احنا زي ما اتفقنا اي وظيفه تربة ربنا خلقها في جسمنا يا تبقى زياده يا تبقى طبيعيه يا تبقى ما بتحصلش او مضطربه. فعدم التفكير ده مرض. لان زي ما كل الفلاسفه قالوا انا افكر اذا انا موجود. نفس التاثير برضو للتفكير الزايد ولا تاثيره مختلف؟ بيعمل بقى نوع حاجه اسمها حاجه ثانيه خالص، نوع من اللامبالاه، نوع من التبلد، نوع من عدم التفاعل مع الاخرين، ولكنه بيحمي صاحبه من الاكتئاب. لا يصاب بالاكتئاب ولا بالقلق ولا بالهلع ولا بالكلام ده، ولكنهم نوع من التبلد الشديد. عامله زي الناس اللي بيشربوا مخدرات لفترات طويله فبتلغي تفكيرهم فبيصبحوا بعد كده متبلدين. لا افراط ولا تفريط. احنا بنسميها عندنا احنا لا تهوين ولا تهويل، كل حاجه في الوسط تبقى افضل. ربنا يسلم ويعدي الايام اللي هي فيها تفكير كتير على الناس، ويبعد الناس اللي عندها لا مبالاه بانها تبقى مش فارق لها حاجه خالص. دكتور هشام رامي استاذ الطب النفسي جامعه عين شمس وامين عام الجمعيه المصريه للطب النفسي، حضرتك نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا. شكرا الساده المساعدين. بكده مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه. بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.